الله الرحمن الرحيم، صباح الخير على حضراتكم، اهلا بكم في يوم جديد وصباح جديد يتجدد اللقاء والامل في صباح دريم. النهارده الاحد 26 فبراير 2017. عندنا النهارده مجموعه كبيره من الاخبار وعندنا فقره رئيسيه الحقيقه يعني ممكن نطلق عليها كده عنوان المستقبل والامل ايضا. هنتكلم النهارده مع حضراتكم عن حاله من النشاط داخل وزاره الصناعه، وهنتكلم تحديدا عن وزارة الصناعة فيما يتعلق بإعلان عن ملتقى جديد وتوفير أعداد كبيرة من فرص العمل بإذن الله للشباب وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة حضراتكم هتلاحظوا ان دي مش اول مرة نتكلم فيها ونعرض ونعلن عن الملتقيات الخاصة بتوظيف اصحاب الاعاقات او اصحاب الاحتياجات الخاصة او اصحاب 5% يمكن في اقل من كام اسبوع. ده لانه كل ما بنفتح هذا الموضوع بنلاقي اتصالات حضراتكم، بنلاقي اهتمام منكم بهذه الوظائف. والحقيقة انه لو كنا بنتكلم بمنتهى الصراحة مع نفسنا فلسه في حاجات كتيرة جدا احنا كمجتمع واحنا كبلد واحنا كقوانين ربما مقصرين فيها في حق أولادنا وإخواتنا وأهلينا من أصحاب 5%. علشان كده هنديهم وقت أكتر وهنديهم اهتمام أكتر. احنا لو بنتكلم على إحصاءات وأعداد وأرقام ربما بنتكلم على ما يقرب من 15 مليون شخص له احتياج خاص، سواء كانت هذه الاحتياجات الخاصة أو هذه الإعاقات بصرية أو سمعية، سواء كانت لها علاقة بالمخ، الأعصاب، الحركة، أيا كانت. في كل الأحوال الناس دي ليهم علينا واجب وحق، حق إن هم يحيوا حياة كريمة. وفي منهم جزء كبير جدا الحقيقة لما بتقدم لهم فرصة عمل وتقول له خليك قاعد في البيت واستلم العمل بس كده بشكل صوري رسمي كده والمرتب يجيلك أول الشهر، هو نفسه اللي يقولك أنا مش عايز كده، أنا عايز أنزل أشتغل، بس برضو ما تبقاش يا أقصى اليمين يا أقصى الشمال، يعني خلينا معتدلين، خير الأمور الوسط. بمعنى إنك لا ينفع تقعده في البيت وتحسسه إنك بتجب عليه، ولا برضو تديله نفس الشغل ونفس المجهود اللي مطلوب من شخص ما عندوش إعاقة أو ما عندوش مشكلة جسدية أو أيا كان نوعها إيه. فخلينا وسط، وسط ده يعني الأمل في أنه مصر تكون من الدول أو تصبح إن شاء الله يا رب قريبا من الدول التي تحترم أصحاب الاحتياجات الخاصة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله مع ضيفنا الكريم اللي هينورنا في صباح دريم، الأستاذ إيهاب الجباس، وهو مدير البرامج والمشروعات القومية بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. الحقيقة إنه هذا المجلس، عشان كده بدأت كلامي بقول إنه هنتكلم معكم عن حركة نشاط في داخل مجلس التدريب الصناعي وداخل وزارة الصناعة، لأنه هذا المجلس بيجهز لعقد ملتقى توظيفي كبير جدا بإذن الله خلال شهر مارس القادم ده، يعني خلاص كمان أيام إن شاء الله الأسبوع القادم تكون في ملتقيات توظيف وخصوصا لأصحاب الاحتياجات الخاصة. هنتكلم بصفة عامة، هنعرف إيه هي فرص العمل المتاحة، كام فرصة عمل متاحة، إيه الشركات، إيه القطاعات اللي طالبة، الشروط إيه، طب أصحاب الاحتياجات الخاصة المطلوب منهم إيه، هل كل المحافظات ولا القاهرة والجيزة بس. كل الأسئلة دي هنسألها لضيفنا الكريم، زائد إن إحنا هنستقبل اتصالات حضراتكم، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون في توظيف على الهوى إن شاء الله من حضراتكم، وتيسيرات لأي حد يتصل بينا من خلال ضيفنا الكريم اللي اتفقنا معاه بالفعل على كده، وإن شاء الله يا رب يكتب الخير للجميع. عندنا طبعا مجموعة كبيرة جدا من الأخبار النهاردة، عندنا جولة أو اجتماع للرئيس طبعا مع عدد من قيادات الدولة هنتكلم عنه في مستهل أخبارنا. عندنا برضو تغطية للخبر اللي كنا قلناه امبارح، الخبر العاجل بزيارة وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون لمصر، وهنتكلم كمان عن جانب آخر ربما لم نقرأه كثيرا في الميديا المصرية ولكن لفت نظرنا بالأمس الحقيقة في الميديا الغربية بخصوص طلبات قدمت إلى بوريس جونسون وهو يزور مصر، وتقال له لو سمحت اتكلم في هذه الموضوعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. هنتكلم عن ده إن شاء الله كمان في خلال فقرتنا الإخبارية. أيضا هنعرف آخر التطورات في أوضاع أهالينا النازحين الخارجين من العريش. كل الحاجات دي هنعرفها، لكن خلونا نبدأ باجتماع الرئيس السيسي بقيادات الدولة وتوجيهه بالتصدي لمحاولات ترويع أبناء الوطن. الرئيس الحقيقة امبارح السبت مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والخارجية والداخلية والعدل والمالية ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية،
والاجتماع تناول محاور كثيرة جدا. سفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أكد أنه الاجتماع ناقش آخر التطورات الخاصة باستهداف المواطنين الأبرياء في منطقة شمال سيناء من قبل التنظيمات الإرهابية طبعا، وده أدى إلى انتقال عدد كبير من أسر المواطنين المسيحيين إلى محافظة الإسماعيلية، وتم استقبالهم بالفعل وتسكنهم لحين الانتهاء من التعامل مع العناصر الإرهابية. الرئيس الحقيقة امبارح في الاجتماع ده وجه رسالة واضحة جدا، قال انه لازم نفضل نتصدى لكل محاولات فيها زعزعة الامن وزعزعة الاستقرار في مصر، وانه لازم علينا ان نوئد كافة مخططات هذه التنظيمات لترويع ابناء الوطن الامنين وتهديد ممتلكاتهم. وجه الحكومة كمان في هذا الاجتماع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل إقامة المواطنين في المناطق التي انتقلوا إليها وتذليل أي عقبات قد تواجههم. ده الشق الأول في الاجتماع اللي بدأ بيه الرئيس. طبعا اتكلم على الجزء ده وركز فيه جامد جدا، وكان بيتابع تداعيات انتقال المصريين من العريش نزوحهم إلى الإسماعيلية وغيره. في جزء آخر أيضا في الاجتماع الرئيس اتكلم فيه على مجموعة كده من الموضوعات اللي كلنا بنتكلم فيها، الموضوعات اللي بتمس الحياة اليومية للمواطنين، توفير السلع والخدمات، تحسين الظروف المعيشية، التطرق للمؤشرات الاقتصادية العامة خصوصا ما يتعلق بزيادة حجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، استعراض آخر التطورات الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاضها أمام الجنيه. والرئيس الحقيقة في هذه الجزئية وجه الحكومة بأنها تعمل على توفير مختلف السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في كافة المحافظات مع زيادة منافذ البيع المخصصة لهذه السلع. في الجزئية دي قبل بس ما اتكلم على نقطة ثالثة الرئيس اتكلم فيها، الرئيس اتكلم على المرور امبارح. الرئيس حاسس بينا يا جماعة، الرئيس حاسس ان بقالنا كام يوم الناس بتقول لك هو الشوارع فيها ايه. احنا عارفين طبعا كانت المدارس اجازة ورجعت، بس تحس يعني الفصل الدراسي ده دخلت المدارس جاية بحالة شلل مروري غير طبيعية، الشوارع حقيقي بقت زحمة جدا. بس قبل ما ادخل في جزئية المرور دي والرئيس اتكلم فيها ايه قال ايه، عايزة بس ارجع تاني لجزئية الاسعار، لانه هو الرئيس ما بيتاخرش في موضوع انه يدي التوجيهات وانه يقول انه احنا لازم ناخد بالنا من الاسعار، لازم نضبط الاسعار، لازم يبقى عندنا رقابه مشدده. لكن انا خليني اقول بمنتهى الامانه، وان كنا احنا في صباح دريم من اكتر البرامج اللي كل فتره كل كام يوم يمكن بنتكلم على الاسعار، وبيكون ضيوفنا الكرام من مواطنون ضد الغلاء ومن جهاز حمايه المستهلك وغيره وغيره، الناس كلها الحقيقه بتسال نفس السؤال وما زالت بتسأل نفس السؤال، فين دور المؤسسات الرقابية والجهات الرقابية للسيطرة والرقابة على الأسعار في الأسواق؟ احنا بنتكلم النهاردة الصبح أنا وزمايلي سعر كيلو السكر الحر 16 و17 و18 جنيه. الحمد لله بقى موجود دلوقتي، كنا الأول بنقول مش موجود، لا تموين ولا حر، هو موجود. التموين وصل أعتقد ل 8 جنيه 8.5. الأسعار عمالة بتزيد، والفكرة مش بس الناس خلاص، الناس مستوعبة فكرة زيادة الأسعار والناس بدأت تتعامل على المنطق ده والناس مستنية. لسه كنت من يومين قارية تصريح لمهندس شريف إسماعيل، عايزين نتأكد برضو من صحة هذا التصريح، أعتقد ده هيطلع في البيان الأسبوعي اللي مجلس الوزراء بيطلعه اللي هو بيبقى فيه نفي للشائعات وتأكيد للأخبار الدقيقة، إنه بيقول إنه إن شاء الله في ضبطة أسعار هتحصل على رمضان. ولو ربطنا الوقت اللي اتكلم فيه اللي اداه هو رمضان باذن الله، كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله، اعتقد 27 مايو يعني بنتكلم على كمان 3 شهور. لو ربطناه بوعد الرئيس من حوالي شهرين تقريبا لما قال اصبروا 6 شهور، انا عايز المصريين يصبروا معانا 6 شهور في انفراجه ان شاء الله هتحصل وفي تحسن في الاوضاع هيحصل، اعتقد انه دي نفس الفتره الزمنيه بنتكلم عليها. بس هي فكره يا جماعه، الموضوع مش بس تنزل اسعارك، الموضوع تاني الرقابه. الرقابة موضوع التجار وموضوع ان كل واحد بيبيع بسعر ده اصبح شيء قاتل. يعني هو المواطن مستحمل فكرة ان الاسعار زايدة عليه في كل حاجة، في كل حاجة، على اساس انه هنستحمل وفترة وهتعدي، واحنا عارفين ان البلد بتمر بمشاكل وازمة كبيرة والحرب اللي شغالة. بس انا لما الاقي انه السلعة دي سعرها هنا بحاجة وهنا بحاجة وهنا بحاجة، اتصل بجهاز حماية المستهلك مرة ينزل وثلاث مرات لا، مرة يردوا عليا وياخدوا البلاغ وثلاث ايام مش عارفة اوصل لهم، في حاجة، في حاجة. والحاجة دي أكيد مش تشكيل لجنة ولا أنشئ هيئة ثالثة أو عشرة تراقب لي على الأسعار، في تفعيل لأدوار الهيئات والمؤسسات اللي القائمة بالفعل المنوطة بضبط الأسعار. السادة في مباحث التموين عاملين شغل هايل، بس مطلوب منهم جهد أكتر. جهاز حماية المستهلك أنا واثقة
انا واثقه على قد ما كل مره الساده الكرام طبعا زملائنا هناك في الجهاز اللي بيبقوا ضيوفنا في صباح دريم بياكدوا ان ما عندهمش نقص في العماله، انا واثقه ان في نقص في العماله. نعين بقى 50 واحد زياده، 100 واحد زياده، 200 واحد زياده، 1000 واحد زياده، ينزلوا بقى يروحوا فجاه ينزلوا على بقالين تموينين، على محلات الهايبر، على السوبر ماركتس، يروحوا يشوفوا الاجهزه الكهربائيه اسعارها بقت عامله ايه. في حاجه الاسعار، موضوع تفاوت الاسعار ده اللي قاتل الناس على فكره اكتر من فكره غلى الاسعار نفسها. نرجع بقى للرئيس امبارح وهو في الاجتماع اتكلم على المرور، اتكلم على الازمات المروريه، وكان بيوجه انه لازم نحل موضوع الازمات المروريه، وان احنا لازم نفعل ونطور قانون المرور ونستخدم افضل الوسائل العلميه لتحقيق السيوله المروريه. اتكلم كمان الرئيس انه لازم المواطن يحس بزياده الانضباط المروري، ولازم يحس انه في تواجد اكتر لرجال الامن في الشارع، ولازم يحس بان ليهم مجهود ان هم يسهلوا حركه المرور وتقليل الاخطار والحوادث التي تقع على الطرق من خلال العمل على تكثيف الخدمات والحملات المروريه لرصد كافه المخالفات، وانه ما يحصلش اي تهاون مع مخالفي قواعد المرور، وانه الحملات دي تستمر على طول بدون اطار زمني لحين عوده الانضباط للحاله المروريه. وموضوع الجدول الزمني ده كنا اشرنا ليه كذا مره قبل كده، ان سواقين النقل والناس المخالفه وسواقين الملاكي العاديين احنا عارفين الكمائن مكانها فين وامتى، فيعني اللي ما بيفرقش معاه بيطلع سايق وهو سرحان ولا سايق بسرعه ولا كسر رادار على الهاي واي ولا واخد ترامادول ولا ايا كان، هو عارف الكمين فين وامتى. ففكره تغيير الكمائن بصفه مستمره وما يبقاش في جدول زمني معين دي نقطه مهمه قوي الحقيقه، ما كناش مستنيين ان الرئيس اللي يقولها حقيقه، يعني في جهات تانية هي المفروض تقولها بس برضو الرئيس هو اللي لازم يقولها، مهمة تتنفس بس ان شاء الله. زياره بوريس جونسون وزير خارجية بريطانيا بيزور مصر، وصل امبارح وبيقول للرئيس في كلامه انه يعني طبعا في كلام كتير حصل نقول لحضراتكم كده مستهل اهمه ايه. الرئيس امبارح استقبل بوريس جونسون وهو وزير خارجية المملكة المتحدة، وايضا السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية اكد انه الرئيس رحب بوزير الخارجية البريطاني، وانه دي زيارته الرسمية الاولى لمصر، واعرب عن تطلع مصر لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات بين الدولتين على كافة المستويات. دي طبعا لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وده بوريس جونسون، وبوريس جونسون فيه شبه من دونالد ترامب على فكرة. وطبعا السيد سامح شكري وزير الخارجية. في هذا الاطار استعرض الرئيس خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه، وأشار أنه مصر مرحبة جدا بالدعم اللي بتقدمه بريطانيا لمصر واللي قدمته بالفعل أثناء لما كنا بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي عشان نحصل على القرض اللي حصلنا عليه. بريطانيا هنا كان ليها دور مهم جدا في تسهيل الأمور علينا والتنسيق، وأكد الرئيس أنه مصر حريصة جدا أنها تعزز التعاون مع بريطانيا في مختلف المجالات وخصوصا التعليم، سواء التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي. وبتكلم برضو طبعا على تشجيع الاستثمارات البريطانية اللي جاية من بريطانيا إلى مصر في الفترة القادمة. وطبعا على الجانب الآخر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أكد عن تقديره لما يربط مصر والمملكة المتحدة من علاقات طويلة ومتميزة، واتكلم على تطلع بريطانيا لدفع علاقات التعاون بين الدولتين والارتقاء بها إلى أفاق أرحب، وأكد أنه بلاده حريصة جدا وبتقدر قرارات الشجاعة اللي اتخذتها مصر مؤخرا اللي هي قرارات الاقتصادية، طبعا دي ما فيهاش كلام. طبعا ما كانش ممكن مصر وبريطانيا يقعدوا مع بعض في هذه الجلسة دون التطرق إلى قضايا مختلفة برضو، منها مثلا الجوانب الاقتصادية والتجارية، وهنا بوريس جونسون كان ليه تصريح اتكلم على تطلع بلاده انها تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر بقوة، وأشار أن بريطانيا باعتبارها أحد أكبر الدول ذات الاستثمارات في مصر حريصة على دعم الاستقرار والتنمية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أيضا أنه اللقاء تطرق إلى سبل مناقشة تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، طبعا على رأسها إيه؟ على رأسها الإرهاب. الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه، وده الكلام الحقيقة دايما بيقوله، أنه مواجهة الإرهاب بتستلزم استراتيجية دولية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فقط، وإنما تمتد لتشمل العمل على هدم كل الأسس الفكرية اللي بيستند أصلا إليها هذا الفكر الإرهابي. يعني فكرة أنك تحارب الإرهاب من الجذر من المنبع،
ده طبعا من خلال ايه؟ من خلال تطوير وتحديث التعليم. عشان كده ده بيفسر انه في البدايه كان الكلام معاهم على ان احنا نستفيد من خبرات بريطانيا في مجال التعليم طبعا، وهي من افضل بلاد العالم في هذا الموضوع. في الإطار ده، في لما الرئيس اتكلم على الإرهاب وقال إن مصر إنه العالم لازم ياخد استراتيجية موحدة ولازم نحارب الإرهاب، الحقيقة وزير الخارجية البريطاني أكد دعم مصر الكامل، دعم بريطانيا الكامل لمصر في جهودها لمواجهة الإرهاب وحصار الإرهاب اللي بيمثل تهديد عالمي بيتعين ويتوجب القضاء عليه. وأشار كمان أنه بلاده بتثمن الجهود اللي بتقوم بها مصر لتسوية الأزمات القائمة في الشرق الأوسط، واتكلم على دور مصر البارز طبعا في معالجة الأزمة الليبية، ودي حاجة كلنا ملاحظينها، طب العالم كله يعني ملاحظها. وكمان اتكلموا في اللقاء على بحث التطورات الجارية في الشرق الأوسط، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة السورية والأوضاع زي ما قلنا في ليبيا والأوضاع في اليمن، فضلا عن آفاق الدفع قدما بعملية السلام. نيجي للجزء اللي أنا قلت لحضراتكم عليه في البداية الحقيقة، وده زي ما بقول امبارح يمكن ما قريناش ده قوي في الـ في الـ في الـ في الميديا المصريه، بس بالليل كده واحنا بنقلب ديلي ميل، نيويورك تايمز، بعض الصحف الاجنبيه، لقينا انه في تركيز على موضوع معين طلب من بوريس جونسون ان يناقشه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. عندك مثلا صحيفه نيويورك تايمز كان ليها عنوان بتقول انه في منظمه حقوقيه بريطانيه بتطالب وزير الخارجيه البريطاني بالحديث مع مصر وبالزام مصر بحقوق الانسان، انا بقولها نصا، بالزام مصر بحقوق الانسان. وان دي منظمه اسمها ريبريف البريطانيه، وان هي مختصه بالدفاع عن حقوق الانسان. طلبت من بوريس جونسون انه يتكلم مع الرئيس السيسي عن التزام مصر بحقوق الانسان. ديلي ميل بقى كتبت خبر تاني كمان بيقول بوريس جونسون urged to raise human rights abuses with Egyptian president by Daily Mail، انه ديلي ميل يعني قالت هيدلاين او منزله خبر بتقول فيه انه بوريس جونسون تم حثه على مناقشة حقوق الانتهاكات حقوق الإنسان human rights abuses انتهاكات حقوق الإنسان مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. فدي أعتقد أن هي تكون نقطة موجودة أيضا على جدول، أو بالفعل تم طرحها ربما في جدول المناقشات بينهما. احنا عارفين طبعا أنه العالم بيركز جدا في موضوع قضايا حقوق الإنسان ومعاملة حقوق الإنسان، مع أنه غريبة يعني الحقيقة ما شفناش هذا التركيز مع بلاد زي تركيا مثلا قامت بمنتهى انتهاك حقوق الإنسان وحقوق القضاء وحقوق الجيش وحقوق الشرطة وحقوق المواطنين وحقوق الصحفيين وحقوق الإعلاميين في محاولة الانقلاب الفاشلة. لغد دلوقتي في ناس بتقبض عليها على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، لكن مصر طبعا بالعالم كله مركز معاها، ودي حاجة مش جديدة علينا. نيجي إلى خبر آخر برضو استوقفنا جدا، لأنه إحنا عارفين كل ما نيجي نتكلم عن التعيين والتوظيف عارفين إنه الجهاز الإداري للدولة مقفول بالضبة والمفتاح، يقول لك أنا عايز أتعين في الحكومة، يقول لك الحكومة فيها اللي مكفيها. في أخبار جديدة أنه ربما يكون هناك فرص عمل جديدة لبعض القطاعات ضمن الجهاز الإداري للدولة. الخبر بيقول أن المستشار محمد جميل، وهو رئيس طبعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قال أنه التقى بالأمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء امبارح السبت في مقر الهيئة العامة للاستثمار، وهو قاعد معاه أخذ تكليف من رئيس الوزراء بالقيام بخطة عاجلة لجميع العاملين في الدولة، على اعتبار أنه التدريب هو الجزء الهام في اهتمامات الدولة، ودي نقطة الحقيقة مهمة جدا للنهوض بالجهاز الإداري للدولة. احنا طول الوقت بنتكلم على الجهاز الإداري للدولة، وبنقول أنه احنا عندنا الجهاز الإداري اللي هو كل الوظائف الحكومية، فكل الوظائف الحكومية اللي هي بتروح فيها، واللي احنا مجازا يعني مع الاحترام طبعا دايما نقول ايه مدام عفاف او الاستاذة عفاف الموظفة في المجمع او الموظفة في المصلحة الحكومية، دي اللي هي مجازا بنقولها الموظفة او الموظف الحكومي اللي بيعطل المراكب السيرة، اللي هو عبد الروتين، اللي هو مش بيحاول يطلع بره الصندوق خالص، مش بيحاول يقدم تسهيلات للمواطنين. الناس دي يا جماعة محتاجة تدريب، لانه هي الناس دي بقالها عشرات السنين بتشتغل بنفس العقلية، وده مش عيب يكون عندي 40 و45 و50 و56، وان شاء الله لو هطلع معاش بعد 6 شهور او سنه مش عيب ان انا اتدرب،
مش عيب ان انا يتقال لي انه في طرق حديثه لازم انا كموظف دوله اتعامل بيها. الاجتماع ده اعتقد هو كان مهم جدا الحقيقه، لانه كمان كان في عجبتني قوي الجمله دي وانا هسال عليها حالا دلوقتي، انه لازم علينا ان نرتقي بمستوى الموظفين في اطار تنفيذ قانون الخدمه المدنيه بالشكل الواعي الذي يمكنهم من التحول من ادارات شؤون العاملين الى ادارات شؤون الموارد الى ادارات الموارد البشريه. يعني الخطه او البلان دلوقتي ان انا احول موظفين الدوله دول من شؤون عاملين يبقوا موارد بشرية. ايه الفرق بين ده وبين ده وازاي نبدأ ننفذ الخطة دي؟ خلونا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا اللقاء اللي بنعتقد انه مهم جدا من سيادة المستشار محمد الجميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. سيادة المستشار صباح الخير يا فندم. أسعد الله صباحك بالنهانم والتحيات لسيادتك ومشاهدي القناة. يا أهلا بحضرتك. ده لقاء احنا بنعتقد ان هو مهم، وربما بقالنا كتير جدا ما سمعناش عن حديث الحكومة حول عايز أقول الارتقاء بكفاءة ومستوى موظفي الدولة. بتشوف حضرتك اللقاء ده أهميته كانت في إيه يا سيادة المستشار؟ طبعا لقاء مهم جدا، بس عايز اوضح لسيادتك، كنا بالامس القريب كنا بنتكلم على قانون خدمه مدنيه بيقرر مجلس النواب. نعم. اما وصدر فاحنا كنا عاكفين على اصدار اللائحه التنفيذيه لقانون الخدمه المدنيه، وهي حاليا دلوقتي في مجلس الدوله، وكان دوله الرئيس مجلس الوزراء كان بيطمن على مجرى اللائحه وان هي ماشيه في الخط السليم. فأنا بكون بطمن سيادته إن هي موجودة في مجلس الدولة حالياً، وإن إحنا بنراجع مع مجلس الدولة اللائحة. نعم. ده من ناحية، وفي سياق متصل برضه سيادته طبعاً كان بيطمن على في عندنا قاعدة اسمها قاعدة بيانات العمالة. وربطها بالرقم ربط الرقم الكودي للموظف بالرقم القومي. بمعنى ان احنا دلوقتي ما بقيناش نتعامل مع ارقام لموظفين، يعني احنا ما حدش في اي وحده دلوقتي بيقول لي انا عندي كم موظف، لا عندي كم موظف وارقامهم رقم القومي بتاعهم واسمائهم. بيانات كامله ومحدثه. يمكن في الفتره اللي جايه من خلال هذه القاعده ان انا احقق اهداف قانون الخدمه المدنيه. بمعنى عندي انا كنا لما اتكلمنا في قانون الخدمه المدنيه قلنا في تشوهات في الاجور. نقدر دلوقتي في الفتره اللي جايه بعد يعني في خلال ايام لما نتكلم على تحديث القاعده ان احنا نبدا نقول ايه القرارات المفروض تتاخذ لعلاج مثل هذه الحالات. تمام. نتكلم بعد كده كان دوله الرئيس مجلس الوزراء اتكلم على اهميه التدريب. سواء من حيث الماده التدريبيه، سواء من حيث المدربين، سواء من حيث المتدربين ذاتهم. المتدربين لان احنا في الفتره اللي فاتت اتفاجئنا بامور في غايه الغرابه. ورغم ان ايه زي ايه سياده المستشار؟ هوضح لحضرتك. في احد المواقف اتفاجئت ان الماده التدريبيه لفتره طويله ثابته. ماشي. المدربين ثابتين. اكتشفت بقى وده كان الغريب بالنسبه لي ان المتدربين هم التكرار يعلم الشطار يا سياده المستشار. حاجه غريبه. فطب رغم ان احنا يعني المفروض ان احنا نهتم بمواردنا ازيد من اللازم. طب ما يمكن يا سياده المستشار اتعمل لهم بعد التدريب الاولاني بعد الكورس الاولاني يمكن اتعمل لهم مثلا تيست او حاجه ما نجحوش فيه. يا ريت حزمه التدريب اللي هو نفس البرنامج التدريبي. احنا كانت مشكلتنا الفترة اللي فاتت ان احنا ما كانش عندنا ادارة موارد بشرية بتهتم بالمسار الطبيعي او المسار الوظيفي للموظف. مع انه حضرتك طبعا سيد العارفين انه عالميا الاهتمام بادارة الاتش ار او الهيومن ريسورسز دي اهم حاجة لبناء كيان اي شركة واي مؤسسة. صحيح. اول حاجه بيهتموا بيها الاتش ار من اول الدايركتور او الهيد اوف بورد او ايا كان اعلى بوزيشن فيها ايه لغايه يعني يمكن احدث موظف او اصغر موظف فيها. صحيح يا فندم، ده اللي احنا بنأمله في الفتره اللي جايه. حضرتك كنت سامعه واحنا شغالين في القانون يقول لك تسريح العماله. خلاص الناس كلها فهمت ان احنا ما عندناش اي نيه لتسريح عماله، بس عايزين نطورهم بقى. لا بس عايزين نطور الاداء بالظبط.
عايزين نطور الاداء. التدريب، انا بس هاكد على كلام حضرتك، التدريب مش عيب، بالعكس، حتى لغايه اخر لحظه في اداء الخدمه منوط بيا برضو ان احنا نتم تدريب العاملين حتى لو كان في فتره قريبه على المعاش. طيب سياده المستشار، يكون اختيار الموارد البشريه، لو احنا بقى بنتكلم، وده خبر انا حقيقي يعني بقراه وانا عندي تفاؤل كده انه الجهاز الاداري هنبدا بقى بجد ان شاء الله يا رب في المستقبل القريب ندخل المصالح الحكوميه والجهات المختلفه، نلاقي الناس اللي فاهمه يعني ايه اي كونتاكت، يعني ابتسامه، يعني ايه اتعامل ببروفيشناليزم في المواقف اللي فيها ورقه ضايعه ولا ملف مش موجود ولا كده، على عكس يعني ايه حاجات كتيره بتحصل. اختيار الاتش ار هنركز عليه ازاي؟ اختيار من يقوم بتاهيل واختيار الموظفين وسكن الموظف ده في المكان الفلاني ده، هتشتغل عليه ازاي يا فندم؟ اولا احنا عندنا حزمه برامج احنا كنا تعاوننا فيها مع احد الجهات المنحه التدريب للتدريب على التحول من اداره شؤون العاملين لاداره موارد بشريه. الاداره دي هبدا الاول اهتم بيها في كل وزاره انطلق منها، بحيث ان هي تكون قادره على تنفيذ القانون زي ما حضرتك شايفه كده بشكل واعي. مش المطلوب مني ان انا اقول اطبق احكام قانون بس، لا، انا عايز اخطط تخطيط استراتيجي للموظفين كلهم بحيث يمكن الاستفاده باقصى قدر من كل موظف. ايه في الفتره العاجله اللي جايه؟ طيب انا فعلا عندي في نص البيان هنا جمله برضو يا ريت حضرتك تشرحها لنا اكتر، زي ما حضرتك يعني قلت ما يعرف بتدريب تحويلي، وان حضرتك قلت انه الفتره المقبله ستشهد تدريبا تحويليا للقيام باعمال ووظائف اخرى بالوظائف التي بها تكدس عددي دون الاخلال باي حقوق او مزايا مكتسبه للعاملين. دي مهمه جدا. من هنا ببساطه احنا لما بنيجي حاليا دلوقتي نحصر الاحتياجات الوظيفية بنلاقي تكدس في بعض الوظائف، وده واضح ولا يخفى على أحد. فبنتكلم دلوقتي طيب في بعض الوظائف الأخرى ممكن يكون فيها عكس، وبالتالي نعمل تدريب تحويلي للموظفين للقيام بهذه الوظيفة. طيب بتقف قدامنا يقول لك والله طب انا كنت بتقاضى مزايا ماليه من وظيفتي الاوانيه قد كذا. خلاص قلنا هنتم تدريبك وهتاخد نفس المزايا بحيث ان انا استغل الطاقات الكامنه او المهدره من الموظفين. عندي سؤال مهم جدا يا سياده المستشار. اتفضل. الفير اوف تشينج او الريزيستنس او المقاومه او الخوف من التغيير، هتقابلوا هتواجهوا الحاجات دي ازاي من اعداد كبيره هتحصل؟ طبيعي. واحنا حتى عندنا كمان احنا عندنا حتى برنامج لتقليل مقاومه التغيير، لان في ناس كتير بيكون هدفها بس ان هي تقاوم التغيير رغم ان هي تعلم ان هو في مصلحه الوحده بتاعتها، او ما تعلمش بس من طبيعتها ان هي رافضه التغيير في حد ذاته. بالظبط. فاحنا هنبدا بحزمتين من التدريب، التدريب اللي هو من التحول من اداره شؤون عاملين الى موارد بشريه. تمام. وفي نفس التوقيت بنعمل برضه تدريب لتقليل مقاومه التغيير. تمام. واضح ان كل حاجه معمول حسابها بما فيها حتى انكم وضعتوا سيناريو محتمل جدا الحقيقه وغالبا هيحصل، انه في اعداد من الموظفين هيقابلوكوا بالرفض او الخوف، او يقول لك تدريب يعني هينقلني من مكان لمكان، يعني الخطوه اللي بعدها هيمشيني. فواضح انه كل حاجه معمول حسابها. بنتمنى لكم كل التوفيق سياده المستشار. احنا وقعنا في تجربه قبل كده من هنا. رغم ان قانون الخدمه المدنيه لا يحمل ابدا في طياته اي شر، ولكن كان عندنا تجربة ان الناس رفضته لمجرد بس ان هي تسمع ان هناك تغيير في اوضاعها. بالظبط. وبالتالي احنا استفدنا من تجارب الماضي في المستقبل.
وده اهم حاجه نستفيد من تجارب الماضي، دي اهم حاجه. بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. ده كان خبر الحياه مهم جدا، ونتمنى انه كل موظف في اي جهه حكوميه نتمنى انه ما يكونش عنده هذا القلق. مش معنى ان انت هتدخل ضمن برنامج تدريبي ان دي خطوه، فالخطوه جاي. بلاش نقفز الى استنتاجات في اغلب الاحوال بتكون خاطئه، بالعكس يعني هو مش هينفست فيك، مش هيستثمر فيك لو هو ناوي يمشيك في النهايه. يعني ما هو بيدي لك برنامج تدريبي ده بفلوس، دي بكلفه عليه كجهاز اداري، فدي حاجه علشان تنمي من كفاءاتك وتنمي من قدراتك على التواصل بشكل افضل مع المواطنين، وده في النهايه في مصلحتك كموظف وفي مصلحه المواطن وفي مصلحه الدوله. نروح بقى للبرلمان، واحنا غالبا بيبقى كل يوم كده عندنا حدوته من داخل او من تحت قبه البرلمان. في كلام متجدد تاني عن موضوع ازمه زياده رواتب الوزراء، رجع تاني الموضوع يتكلموا فيه بعد ما كان هدي شويه الفتره اللي فاتت دي. حقيقه انه مهندس شريف اسماعيل كان من فتره طلع يعني بيان واكد فيه امام مجلس النواب انه ما ينفعش نزود المرتبات، وانه لا زياده في رواتب الموظفين، وانه سنتخذ الاجراءات اللازمه لحمايه المواطنين من اثار القرارات الاقتصاديه الاخيره. وكان قال ساعتها انه ممكن نبحث فرض ضريبه تصاعديه، وربما لطبيعه الاوضاع المواطنين طبعا ساعتها بدأنا كلنا نستوعب، زي ما كنت بقول من شوية، بدأنا نستوعب أنه لازم نصمد ولازم نصبر ومعلش، والرئيس قال 6 شهور وبنتعامل هو واحدة واحدة مع فكرة غلاء الأسعار اللي بيحصل. لكن الحقيقة أنه رجع تاني يحصل فيه كلام على موضوع مرتبات الوزراء. ده يمكن أثار بعض التساؤلات، خصوصا أنه بعض التساؤلات من الشارع وبعض التساؤلات من بعض السادة النواب، من فكرة أنه لما الحكومة تكلمك عن التقشف وتقول لك أصبر، يبقى لازم تكون الحكومة هي أول نموذج يقدم هذا الصبر ويقدم هذا التقشف أو هذا الاعتدال. وبالتالي هل ده وقته دلوقتي أن احنا نطلب زيادة مرتبات وأجور الوزراء؟ ده السؤال اللي رجع تاني بيطرح نفسه على الساحة. هو كان موجود من فترة وهديت الأمور، واضح أنه كان في مساعي أخرى أنه يتجدد هذا الموضوع. مفترض أنه لجنة القوى العاملة والهجرة والخطة والموازنة هتبدأ تناقش مشروع قانون المتقدم من الحكومة بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين ونوابهم. المشروع ده عبارة عن 5 مواد، بيتضمن 5 مواد بتنظم رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، بتلغي العمل بقانون 100 لسنة 87، ومادته الأولى بتنص أنه يتقاضي رئيس أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا 42,000 جنيه، بينما يتقاضى نواب رئيس الوزراء والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35,000 جنيه، ونواب الوزراء ونواب المحافظين 30,000 جنيه. هو ده يعني، هي دي الأخبار بالظبط. تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف سيادة النائب جمال العقبي وكيل لجنة القوى العاملة. سيادة النائب صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. حضرتك مع ولا ضد يا فندم؟ مشجع ولا شايف إنه مش وقته؟ ضد يا فندم. اتفضل. ضد. ضد؟ ضد، بتقول ضد؟ ضد. ليه يا سيادة النائب؟ سبب بسيط، كل اللي ساعات قلتيه في ظل الغلاء والحاجات دي صح. تعالى اقول لك حاجه بسيطه. اتفضل. الوزراء دول مش فيهم رجال اعمال؟ وفيهم لا. بس فيهم رجال اعمال، لا خليك في رجال اعمال. ماشي؟ فيهم بعض رجال الاعمال صح؟ بلاش. فيهم واحد بس رجل اعمال، ماشي؟ هيستفيد من زياده المعاشات صح؟ هو الدفع جنيه في صندوق المعاشات بتاع الغلابه عشان ياخد منه. طيب ما انا برد على حضرتك برضو، انا برد على حضرتك، وفيهم برضو ناس ما عندهمش مورد غير كونه محافظ او وزير او نائب رئيس وزراء، ما هو ما عندوش مورد تاني، مش رجل اعمال. قرار شامل، ماليش دعوه بدي بقى، انا بتكلم قرار شامل. تعالى النقطه الثانيه بقى. انت جاي تزود لي الوزراء وسايب لي العمال الغلابه، تعالى كمان معالي الوزير المحترم يزود لي العلاوه الاجتماعيه 3% وتقول لي ازود الوزراء والمحافظين. مين الوزير اللي بيزود العلاوه 3%؟ مين؟ امال ايه؟ مين؟ بعد قانون ما الوزير بعد يقول ايه؟
ان العلاوه 10% الاجتماعيه تطلع منها العلاوه الدوريه 7%. ده مين يا سياده النائب؟ مين الوزير اللي بيزود العلاوه؟ ايوه الوزير بعد كده القانون كده. مين الوزير؟ مين يا سياده النائب؟ وزير الماليه سيد عمرو الجرحي. ايه ده؟ ايه مفيش احساس؟ ما تبصيش على اللي فيهم. انا طيب. انا ضد القانون ده وضد الزيادات. هم عملوا ايه؟ طيب عايز اقول لحضرتك على حاجه سياده النائب. من يومين كده قريت احد المدافعين عن مشروع قانون زياده اجور ومرتبات المسؤولين والوزراء وكده بيقول لك انه، لحظه عشان افتكر بس التعبير الصحيح اللي اتقال، بيقول لك انه لازم احافظ على شكل ومظهر وبرستيج المسؤول عندي في البلد، وفكره انه النهارده انه وزير يبقى او نائب وزير بياخد 30,000 جنيه في الشهر، يعني ان احنا بعد ما كان في مئات الالاف دلوقتي بنتكلم في 25 وفي 30 وفي 35,000، وده ودي ارقام متواضعه بالنسبه لرئيس وزراء، او 42,000 بالنسبه لرئيس وزراء ووزير وغيره. ايه راي حضرتك في ده؟ مش معاه طبعا، وكلام مجامله. واولا ما يبص الاول، ثلاث اربع عربيات بيمشوا وراه، ثلاث اربع عربيات ببنزين بيسالوا بنزين، العمال وراهم، سواقين وراهم، ايه؟ وبعدين حته ثانيه، هم بياخدوا 200,000 بس، هيضحك على بعض. لا فين لجان وفين وفين مؤتمرات وفين محاضرات وفين وفين وفين؟ وبقى انت وزير، ده الواحد ده الدوله الوحيده اللي فيها وزير مصر. يقول لي عمل ايه مضمون؟ ما فيش الا الرئيس بس مصري، ما فيش الا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي شغال، والمؤسسه العسكريه والمؤسسه الشرطيه، ما فيش حد شغال تاني من الوزراء. طب انا عايز اسالك سؤال يا سياده النائب بجد والله، بعيدا بقى عن الكلام بتاع يعني احنا بنتكلم بصراحه وحضرتك صريح وحضرتك يمكن تعلم ان انا كمان صريحه زيك. سؤال كده، ايه اللي يخلي النهارده اي حد يقبل يبقى وزير؟ يعني طول الليل والنهار بنهاجمه، الحمد لله متوصيين بيه في الاعلام، حضراتكم في مجلس النواب الحقيقه بقالكم فتره شادين في المواضيع دي، واحنا كل يوم دلوقتي عندنا استجوابات وعندنا طلبات احاطه، يمكن سخنانين انتوا اليومين دول على الحكومه. زي ما احنا عارفين اي مسؤول دلوقتي بقى تحت العين جدا، وما بقاش ما بقتش الدنيا سايبه زي الاول. وزير ده يعني يمضي على اللي يمضي عليه ويعين اللي يعينه، ما بقاش في الكلام ده زي زمان الى حد كبير. كمان بنتكلم انه يعني رافضين نزود اجره، وربما الاجر ده يبدو اجر يعني متواضع جدا بالنسبه لمنصب وزير او نائب وزير او محافظ او غيره. يعني حضرتك شايف ايه يا فندم؟ واحنا شفنا ده في التعديل الوزاري الاخير، انه في مناصب كتير اتعرضت على ناس كتير ورفضت اعتذرت. مين اللي كان ده؟ ده بيحصل في كل تغيير وزاري يا سيادة النائب. سعادتك شفتي؟ ده كلام اعلام زي ما انت بتقولي كده، بيتردد زي ما سعادتك بتقولي، انت شفتي على الطبيعه؟ في اسماء ربما ترددت ان اتعرض عليها، انا شخصيا اعرف وزاره السياحه اتعرضت على اكتر من حد ورفضوا اعتذروا. هقول لسعادتك بقى، انت مش سالتيني؟ اسمع، هو في وزراء اتغيروا؟ هيضحك على بعض؟ لما راحوا يغيروا وزير الزراعه وجايبين الوزير اللي عليه ده الاعلام اللي بيقول بقى 17 قضيه، يقول لك اصل سد 18 يا فندم، مكان واحد 18. طب وده 18 ايه؟ 18 مش 17. 18 لا ده 18 اللي ظاهرين، ده في كمان في بلاوي كتير. تعال حته تاني، تعال الدكتور اشرف عرب غيره ليه؟ عشان رئيس الوزراء لا قوي، لا ماشي كويس، ايه بس؟ وما فيش حاجه اتغير، وغير مين؟ ولا جاب مين؟ لا في دكتور علي مصلحي اتغير بقى، دكتور علي مصلحي، دكتور محمد علي مصلحي. الحسنه الوحيده اللي فيها صح. هو دكتور علي مصلحي. لا ما انا ما بقولش صح انها الحسنه الوحيده، في تغيير وزاري اخر بنحترمه، لكن هي فعلا اتفضل. وجهه نظر، انا اقول اللي انا عايز اقول. وجهه نظر يعني، اما برضه انا رافض بعد زياده المعاشات الوزراء والمحافظين. طيب انتوا هتناقشوها ازاي يا سياده النائب؟ انتوا عندكم اجتماعات شغالين، القوى العامله والتنظيم والخطه والموازنه. عندنا النهارده القوى العامله مجتمعين عشان العلاوه الاجتماعيه 10%، وهنأجل بتاع زياده المعاشات للوزراء والمحافظين في لجنه القوى العامله، هنأجل. هتأجلوا الاجتماع ده؟ هنأجل البت في زيادة معاشات الوزراء والمحافظين. لإمتى يا سيادة النائب؟ عايزين نطمن. لإمتى؟ لما نخلص الأول العلاوة الاجتماعية، بعد كده
هقول لك يعني لو كلمتني تاني هقول لك. حاضر. احنا لسه رايح المجلس اهو، رايح اللجنه. طيب. احنا هنتكلم مبدئيا، هنكلم حضرتك على اخر اليوم ان شاء الله نعرف، عشان لو في جديد بكره برضو نقوله للناس على الهواء، لان الناس فعلا قاعده مستنيه تعرف ايه الجديد في الموضوع ده. ومريني في اي وقت، لكن هقول لك في الاخر. تمام. اولا الحكومه ديت باذن الله متفقين كالنواب اللي احنا هنحاسبها في نهايه المده بتاعتها اللي هو في شهر 6. اصل لسبب بسيط، اخر شهر 6؟ طبعا. ما حد ما هم جايين في 6/2016 ل 6/2017. طب وبالنسبه لل طب وبالنسبه لل هديكي بعد اذنك. تصوري انا عارف ودير الاسكان المحترم مركز 14 بلد 13 بلد دخل صرف الصحي بعد بلد، ليه؟ تعنت ولا خطوط تحقيق؟ ايه تاني معلش يا سياده النائب؟ اقول لك عندي انا في مركز ابو النمط، عندي 13 بلد الا البلد المنوات ما دخلتش الصرف الصحي، المنوات البلد الوحيده رغم ان هي في الوسط والمفروض يدخل اول بلد، المنوات البلد الوحيده ما دخلتش، هل تعنت؟ ليه المفروض يدخلها اول بلد الصرف الصحي؟ ليه؟ الحته الثانيه بقى لي 3 سنين جاي جميع الموافقات بتاعت السجل المدني، وعشان ما اتعملش غير دلوقتي موافقات واستلموا الارض وتخصص من رئيس الوزراء هو اصلا وزير الداخليه وكل شيء، تقول لي الوزراء ويزود معاشات لمين؟ طب وانت حضرتك شايف ليه يا سياده النائب وزير الاسكان ما يعني اشمعنى القريه دي اللي مش بيدخل لها الصرف الصحي؟ تعنت. تعنت ليه؟ ليه؟ ليه يا سياده النائب؟ ليه بصراحه ليه؟ طب ما تقولي لي يا سعادتك، ما تقولي لي 13، بص سعادتك مركز 14 بلد، 13 بلد دخل بعدها بلد، ما دول 13 مركز في ابو النمرس، ما في عندنا عشرات مئات المراكز الثانيه على مستوى بقى الجمهوريه كلها سياده النائب، ما دخلهاش لسه صرف صحي او يعني فيها مشاكل. اسمعيني يا استاذ، اللي انت بتقول عليهم المقاسي بتوعهم دول، ما هو المركز كله مش مدخل، بقول لك مركز 13 بلد دخلوا صرف صحي الا بلد، مش عاوزه كلام من تحتك بقى واتجادل فيها. بقول لك 13 لو كان مثلا 3 4 5 6 بلد ماشي. هذا الرقم مرفوع. انا بشكرك جزيل الشكر سياده النائب جمال العقبي وكيل لجنه القوى العامله، يعني زي ما حضراتكم سمعتوا كده. ان شاء الله هنتابع مع حضراتكم لو في جديد حصل النهارده في الاجتماع في البرلمان، بكره هنقول لحضراتكم المسؤولين والوزراء والمحافظين مرتباتهم هتزيد ولا لا. بالحديث بقى عن المسؤولين والوزراء، وبالحديث عن الناس الساده المسؤولين والساده الوزراء اللي فضلوا موجودين في التعديل الوزاري الاخير ما اتغيروش. في حضانات منهم حضانه في اسكندريه ولعت. في حضانات في اسكندريه اطفال فيها حديثي الولاده في مراكز طبيه هناك، الحقيقه ارواحهم على كف عفريت في كل لحظه. في ام ممكن تعيش حلم حياتها انها تجيب ولد او بنت وتقعد 9 شهور حامل شايله ابنها او بنتها في بطنها ويتولد وهو لسه نيو بورن كده طفل حديث الولاده في الحضانه يموت. يموت ليه؟ علشان مفيش صيانة صح بتتعمل للحضانات دي. قصة الحضانات دي الحقيقة يعني ايه من الحاجات اللي اتكلمنا عنها كتير جدا، اكتر من الناس اتكلمت على الادوية، واكتر من لبن الاطفال حصل كده كم اسبوع الكلام على لبن الاطفال ورجعنا خلاص الحمد لله تمام. لا، ازمة الحضانات دي تحس انها مشكلة عويصة عندنا في مصر، مع انه يعني هو الطبيعي ان انت بتبدأ في حياة المواطن الحفاظ عليها من اللحظة الاولى لولادته، من أول لحظة وهو لسه مولود، اللي هي الحضانة، خصوصا اللي بيبقوا مولودين قبل الميعاد أو مولودين عندهم مشاكل ولازم يتحطوا على حضانات. إيه المشكلة؟ إن إحنا نشكل لجنة بجد تنزل في شهر 30 يوم على كل حضانات مصر تعمل صيانة فورية، وأي حضانة فيها شك أو احتمال 1 في المليون إن يبقى فيها مشكلة أقفلها أشمعها. ليه الموضوع صعب؟ ليه استنى لما بيان عاجل ضد وزير الصحه بشان احتراق 5 حضانات في المركز الطبي الاسكندريه يتقدم؟ ومين سياده النائب؟ امبارح بقول لزمايلي بقول لهم مين النائب اللي قدم انا اتخيل طبعا انه هيكون نائب من اللجنه الصحيه. ها هو رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان سياده النائب المحترم فرج عامر. مقدم بيان عاجل قدمه امبارح السبت للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب ضد وزير الصحه الدكتور احمد عماد الدين راضي.
ليه؟ علشان في 5 حضانات أطفال في مستشفى المركز الطبي في اسكندرية اتحرقوا. بيان النائب فرج عامر بيقول إيه بقى؟ إنه دي مش المرة الأولى، وإنه حوادث الحريق تكررت في المستشفيات بشكل ملحوظ وشبه دوري، ولا يوجد أي إجراءات أو صيانة دورية لأجهزة الإطفاء داخل هذه المستشفيات. ينهار أبيض، ينهار أبيض. حد في السادة المسؤولين فاهم يعني إيه أم تبقى لسه والدة بتفتح عينيها كده بعد الولادة عايزة تحضن ابنها أو بنتها فيتقال لها معلش أصله مات عشان الحضانة ما فيهاش صيانة، عشان مدير المستشفى ما فيش حد فوقيه بيعمل رقابة، عشان وزير الصحة ناسي موضوع أن عندنا مشاكل حضانات في مصر؟ حد في السادة المسؤولين فاهم دي 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 إيه؟ دي سكينة بتضرب في قلب أي أم وأب إزاي؟ تعالوا ناخد مع بعض على الهاتف سيادة النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان. سيادة النائب أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بسيادتك، صباح الخير. يا صباح الفل يا فندم. أهلا وسهلا. إيه اللي بيحصل يا فندم في المراكز الطبية في اسكندرية وإيه موضوع الحضانات؟ الكلام اللي إحنا اتكلمنا عليه إن الحضانات اتحرقت طبعا وحاجة جريمة شنعاء. أنا سمعت بتقولي يعني الستات بتقعد تحمل 9 شهور وقبلها تقعد يعني يبقى عندها امل انها تخلف، يبقى عندها امل يبقى عندها اولاد، وبعدين نتيجه للاهمال وعدم المسؤوليه الحضانات تتحرق والاطفال يتحرقوا في الحضانات. انا بعتقد ان الجريمه عقوبتها المفروض الاعدام، وده قتل عمد. الجريمه يعني تبدا بالوزير لاصغر مسؤول، لان مش اهمال في الصيانه بس، اهمال في كل شيء، اهمال في اختيار نوع الحضانات، اهمال في المكان اللي محطوطه فيه الحضانات، اهمال في تدريب الناس القائمين على الحضانات. كارثه ما بتحصلش في اي دوله في العالم. يعني الكلام اللي حصل ده ما يحصلش في اي دوله في العالم. وبعدين يتشال فيها حكومات، لان دي جريمه لا تغتفر، جريمه لا تغتفر. اطفال ابرياء يضيعوا ويضيع عمل اسر بالشكل الفظيع ده، انا شايف ان دي جريمه لا تغتفر. سياده النائب، انا نص البيان عندي قعدت اقراه بلهفه الحقيقه، مش بحاول اعرف الخمس حضانات اللي اتحرقوا كان فيهم اطفال؟ حصل لهم حاجه؟ كان في اطفال، كان في اطفال. اه طبعا كل اللي موجودين اتحرقوا. طبعا طبعا مات. طبعا طبعا. الو الو. والله العظيم انا ما عارفه اقول لحضرتك ايه. أنا لما لقيت مفيش كلام في نص البيان اللي حضرتك مطلعه عن إصابات، قلت مفيش طفل حصل له حاجة. الأطفال الرضع ماتوا؟ طبعًا. اتحرقوا. جريمة شنعاء. جريمة شنعاء. ممكن حد هنا بقى يا فندم يجي يقول لك وزير الصحة ذنبه إيه؟ ما هو تحت وزير الصحة في حد، وتحته في حد، وتحته في حد. المسؤولية ذنبه إن قدر إن هو وزير الصحة، قدر إن هو وزير الصحة، هو مسؤولية التابع عن أعمال المتبوع إليه أو التابع إليه. يعني مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع إليه، هو على رأس النظام، هو المسؤول إن تكون يختار عنده نظام متابعة قوي، مسؤول عن إنه يبقى عنده نظام الناس بتبرر، مسؤول عن إنه يختار ناس تختار حضانات مضبوطة، يبقى في عوامل أمان، في حماية للحضانات، يعني صيانه دوريه، رعايه كامله، ناس موجوده في الحضانات 24 ساعه، ده النظم المعمول بيها في جميع انحاء العالم. انا هختم كلامي مع حضرتك يا سياده النائب باخر حاجه في البيان حضرتك قايلها، الحقيقه مش لاقيه عباره معبره اكتر من اخر حاجه حضرتك قلتها في البيان، انه الحريق ده لو كان قطال احد المسؤولين الدنيا كانت قامت وما كانتش قعدت. دي المشكلة، دي المشكلة، ان الناس ما بتفكرش اللي في أنفسها. وبعدين طبعا احنا كمصريين يعني طبعا آن الأوان ان الناس كلها تكون عندها مساواه، مش شرط ان هو يكون ابن مسؤول ولا ان هو يكون ابن مثلا حد له وضع، ان الشعب كله متساوي في الحقوق وفي الواجبات. ودي أول كلمة بيقولها الرئيس، والاعتداء الطبقات المحدودة والناس اللي هي بتروح المستشفيات الحكومية، مستشفى الشاطبي مستشفى حكومية. فحضرتك طبعا سواء مستشفى حكومية أو مستشفى استثماري أيا كان ما تفرقش، طالما احنا بنقدم الخدمة للشعب المصري يجب الخدمة تكون واحدة. هو ده اللي احنا
هو ده اللي احنا تعهدنا عليه، هو ده اللي احنا التزمنا فيه، وهو مسؤوليه وزير الصحه في المستشفى عن المستشفيات الشعبيه وعن الناس داخل اكثر من اي مسؤوليه اخرى. هو مسؤول عن صحه مصر كلها، عن صحه الشعب المصري كله، لكن طبعا الناس الاولى بالرعايه اولى بالرعايه في كل شيء. هو مع احترامي يا سياده النائب، وانا اسفه مش قصدي احط حضرتك في موضع حرج مع الساده الافاضل السادة النواب في زمايلك في البرلمان، هو طبعا حضرتك كونك يعني ابن من ابناء اسكندريه فطبعا الموضوع اهمك، وباعتبارك طبعا نائب برلماني تقدر تستجوب اي حد، لكن هو السؤال ليه ما جاتش استجوابات من لجنه الصحه في البرلمان؟ معلش دي كل واحد، معلش ده كلهم بتشوفوا شغلهم، كل الناس بتشوف شغلها. يا سياده النائب حضانه، يا سياده النائب حضانه، حضانات فيها اطفال حديث الولاده يتحرقوا يموتوا، ولجنه الصحه ما تقفش على رجليها في البرلمان، ما تقفش كده على ايديها ورجليها وتبعت تجيب وزير الصحه حالا. واحد بقت 10. المهم ان يعني حد من النواب اهتم بهذه القضيه، كلنا واحد، كل النواب وطنيين وكل النواب. انا بشكرك جدا في استجابتكم وكده، بس واشكر سيادتك عشان انا خارج. انا عارفه ان حضرتك في امريكا الحقيقه، وبنكلمك واخدناك من 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 مواعيدك. انا بشكرك جزيل الشكر سياده النائب فرج عامر رئيس لجنه الشباب والرياضه في البرلمان. انا حتى والله العظيم انا يعني عمال اقرا الخبر وبقول طالما ما فيش كلام انه في عيال اتوفت او حصل حاجه يبقى ما فيش اصابات، يعني لحقوا العيال طلعوهم بره، كانت الحضانات فاضيه، اطفال حديث الولاده اتحرقوا، ام فاقت من البنج ولا فاقت من الولاده بتسال على ابنها ولا بنتها عشان تاخده في حضنها، تقول لها معلش راح اتحرق. في اي بلد في العالم، وانا اول مره في حياتي اقول الكلمه دي، في اي بلد في العالم وزير الصحه يقدم استقاله تاني يوم؟ في اي بلد في العالم؟ متابعتنا لاحداث العريش واهالينا في العريش وخروجهم طبعا بره، اخر حاجتين يعني اخر جديد اخر تطورات، طبعا كلنا امبارح متابعين الاخبار على مدار اليوم، اخر حاجتين بس احنا امبارح واحنا مع حضراتكم الصبح في صباح دريم طبعا اتصلنا بوزاره التعليم العالي ووصلنا الطلب للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وكنا قرينا طلبات الطلبه طلبه الجامعات والمعاهد اللي كانوا بعتوها لنا في صباح دريم ووصلناها الحقيقه للوزاره، والحقيقه انه كان في رد معانا على الهواء لينا كان لاول مره بيقدم من الوزاره، انه الساعة 3 بالأمس امبارح بدأت بالفعل مقابلات وزارة السادة المسؤولين في وزارة التربية ووزارة التعليم العالي بالطلبة وأولياء الأمور، بدأوا يستقبلوهم ياخدوا منهم طلباتهم ايه ويسهلوا لهم امورهم في عمليات النقل. اخر اخبار انه دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اكد بشكل قاطع دعمه لطلاب جامعه سيناء، خصوصا طبعا في ظل الازمه اللي حاصله دلوقتي، وان في توفير لاماكن ليهم في جامعتي قناه السويس وبورسعيد، مشيرا الى انه التقى العديد من الطلاب واولياء الامور للحديث عن ازمتهم وتوفير الرعايه التعليميه اللازمه لهم لحين انتهاء هذه الازمه. اضاف كمان وزير التعليم العالي ان الوزاره لن تدخر جهدا نحو الطلاب وتوفير الاستقرار لهم في العمليه التعليميه، منوها انه تم التواصل خلاص مع جامعتي قناه السويس وبورسعيد للعمل سريعا على حل ازمه الطلاب. وكان الطلبه اللي بعتوا لنا امبارح كانوا بيقولوا لنا الورق اللي مطلوب والاجراءات بتاعه النقل وكده دي السنه هتروح علينا، فوزير التعليم العالي اكد انه كل الامور دي ان شاء الله ستيسر يعني لاقصى درجه ممكنه، ما حدش يقلق خالص، الجامعه والمدن الجامعيه كلها بتستقبل الطلبه لحين انتهاء الازمه باذن الله. البيان كمان اللي انا عايزه الحقيقه انوه عنه اللي اكيد كلنا سمعنا عنه بالامس كان ذلك البيان المحترم الذي صدر عن دار الافتاء المصريه، واللي اكد نصا فيه انه حمايه اخواتنا المسيحيين من الارهابيين واجب شرعي ووطني. مره اخرى هذا نص دار الافتاء المصريه، حمايه اخواتنا المسيحيين من الارهابيين واجب شرعي. دار الافتاء المصريه اكدت ان الدفاع عن اخواتنا المسيحيين وحمايتهم من غدر الارهابيين والمتطرفين واجب شرعي ووطني، واكدت دار الإفتاء في منشورها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إنه حماية إخواتنا المسيحيين والدفاع عنهم طبعا هو واجب شرعي، واجب شرعي ووطني، مش بكيفك تعمل ده ولا لأ، ده واجب.
ناخد مع بعض على الهاتف رجوعا الى الحديث عن وزارة التعليم العالي والحقيقة كانت ربما من اسرع الجهات اللي بسرعة يعني اشتغلت على موضوع ابنائنا في العريش. معانا على التليفون معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار. اهلا بحضرتك يا معالي الوزير. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ايه الجديد يا فندم في الوزارة والناس عايزة تطمئن على اجراء تيسيرات نقل الطلبة الى الجامعات والمعاهد المختلفة؟ احنا الحقيقة اتحركنا امبارح من اول ما جالنا الخبر وعن طريق مركز ادارة ازمات داخل الوزارة. نعم. واتكلمنا واستضفنا حوالي 30 طالب من المتضررين الساعة 3 ظهرا في داخل الوزارة. وكان يوميها المجلس الأعلى للجامعات مجتمع بكافة رؤساء جامعات مصر. تم التواصل مع ثلاث جامعات اللي في محيط الحدث اللي هم جامعه قناه السويس وجامعه السويس وجامعه بورسعيد وطريق الساده رؤساء جامعاتهم. اصدروا تعليمات فوريه لاستقبال كل الطلاب داخل الجامعات المناظره وداخل الكليات المناظره في هذه الجامعات. ده تم بالفعل. فتحنا كل المدن الجامعيه وعندنا الحمد لله اماكن شاغره كتير ان هم الاولاد يخشوا في الاماكن في المدن الجامعيه يتمتعوا باقامه واعاشه مجانيه. حتى الجامعات الخاصة اللي موجودة زي جامعة سينا اللي موجودة في العريش، احنا قلنا طبعا الجامعات الخاصة بيبقى لها نظام مختلف عن الجامعات الحكومية، ومع ذلك فتحنا كل الجامعات الحكومية بمدرجاتها ومعاملها على استعداد لاستقبال كل أعضاء التدريس. الطلاب بتوعهم يستغلوا المنشآت بتاعتنا في الإسماعيلية أو في السويس أو في بورسعيد لحد ما تنتهي الأزمة ويرجعوا إن شاء الله في مكانهم. حتى المعهد العالي للعلوم الهندسية اللي موجود في العريش اتفقنا مع المعهد العالي المنظر ليه في الشروق، معهد الشروق للعلوم الهندسيه. الحقيقه الناس تبرعت ان هم الاولاد يجوا يلتحقوا بالمعهد فورا وكل دعم مادي او عيني يتمتعوا به الى ان تمر الازمه بسلام وكله يرجع في مكانه. فاحنا كوزاره تعليم عالي يعني تحرك سريع جدا وعلى استعداد، واي حد ما يلاقيش الكلام ده منفذ يجي مكتبي انا شخصيا فورا ونقدر ان احنا نسهل له اي حاجه. ده شيء رائع. هو في جامعات خاصه يا فندم في العريش؟ جامعة واحدة بس، جامعة سينا. جامعة سينا، طيب دول ايه بالنسبة لهم نفس الكلام ينطبق على جامعة احنا جامعة سينا علشان ما نقدرش ان احنا ندخلهم مع يدرسوا في جامعات حكومية، لكن احنا قلنا هنوفر لهم المنشآت بتاعت الجامعات الحكومية هم وأعضاء تدريسهم يستغلوها كأنها بالظبط جامعتهم اللي في سينا. يجوا ويستخدموا معاملنا ومدرجاتنا عشان ما فيش ولا يوم يتعطل الدراسة بالنسبة لهم. يعني بشكل مؤقت هيدخلوا الجامعات الحكومية لغاية لما تخلص إجراءاتهم. بس يخشوا جامعات حكومية مش مع الجامعات الحكومية، يخشوا يعني ندي لهم المدرجات وأعضاء التدريس بتوعهم مجاني يستغلوا حاجتنا كلها بحيث إن احنا ما يتعطلوش ولا يوم. والكلام ده هيبقى بالاتفاق إن شاء الله مع الجامعة الخاصة، مع رئيس الجامعة الخاصة حالا. طيب سؤال اخير لحضرتك يا معالي الوزير. امبارح في ناس كتيره جدا كانوا بيتكلموا من اهالينا من اللي نازلين من العريش بيقول لك احنا مشينا ولا معانا لا ورق ولا معانا بطايق ولا معانا مفيش اي حاجه خالص. الطالب اللي هيجي لحضرتك يقول لك ما معيش ورقي، ما معيش ملفي، ما معيش صوره بطاقه. لا خلي بالك حضرتك، احنا بنتكلم على مرحله وقتيه وليست ان هو هيكمل الدراسه لحد اخر السنه. احنا بنتكلم على فتره مهما كانت هتطول ان شاء الله الموضوع هيتحل. احنا هنستضيفهم من غير ورق ومن غير ملفات ومن غير حاجه، وبعدين بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا لو في حاجه فيها نقل لفترات طويله نقدر ان احنا نجيب من عن طريق جامعاتهم او معاهدهم الملفات بتاعتهم. لكن في الوقت الحالي احنا بنحل ازمه على ان شاء الله ما تطولش ويرجعوا ثاني ينتظموا في مكان. طب باذن الله، بس احنا برضو بنتكلم في حوالي ايه، شهرين ثلاثه على الامتحانات اعتقد. وضع الامتحانات ايه؟ لا احنا لسه عندنا طبعا شهرين على الامتحانات، لكن ان شاء الله ما يطولش هذا الموضوع. لكن حتى ولو وصلنا لمرحله الامتحانات بالاتفاق مع جامعاتهم الاصليه هنوفر امكانيات الثلاث جامعات اللي بقول حضرتك عليها دي ان هم يدار كل اعمال الامتحانات عن طريق منشات الجامعات الحكوميه في بورسعيد او في الاسماعيليه او في السويس. اللي هي فندم جامعات قناه السويس تاني وبورسعيد وجامعه السويس. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الحقيقه معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار. ان شاء الله ما نستبقش الاحداث، وان شاء الله الى ان تاتي الامتحانات تكون الازمه باذن الله يا رب اتحلت. لكن برضو كان لازم نسال، انه الايام بتعدي بسرعه، فلو طبعا الناس قلقانه تقول لك طب الامتحانات، يعني لو دخلت دلوقتي الجامعه وانتظمت في الدراسه طب والامتحانات. فاحنا كده عرفنا الخبر اليقين من وزير التعليم العالي. الحقيقه كان عندي خبر كده كان فيه فكاهه بس والله نفسي تصدق مش عايزه اقوله ولا نقوله. هو ترامب، دونالد ترامب كان بيعلق على بيقول ان واحد صاحبه اسمه جيم زعلان وبيقول ان باريس ما بقتش زي باريس زمان.
وبيقول ان باريس اتغيرت وانه الاسلحه بقت منتشره في فرنسا. فطبعا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند زعل من هذا التصريح طبعا وغضب ورد عليه وقال له الاسلحه ليست منتشره في فرنسا. الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند اكد امس السبت لنظيره الامريكي دونالد ترامب انه الكلمه اللي قالها له صاحبه بيقول فيها انه يعني باريس از نوت باريس اني مور او باريس ليست باريس كما كانت من قبل. وقال انه ده الرئيس الفرنسي بقى بيرد بيقول له هناك ارهاب ويجب ان نحارب الارهاب معا، ولكن اعتقد انه ليس من المفيد ابدا ابداء ولو اقل شكل من اشكال التحدي لدوله حليفه. يعني المفروض ان فرنسا والولايات المتحده الامريكيه دولتان حليفتين، فانك يعني بالبلدي كده ما ينفعش تتريق علينا وكده. مش بس كده بقى، في تصريح الرئيس الفرنسي كمان كمل رد وقال للرئيس امريكا دونالد ترامب، رد عليه وقال له انا بقى مش هعمل كده مع الولايات المتحده الامريكيه، وانا بحث الرئيس الامريكي انه ما يفعلش كده مره تانية او ما يعملش كده مره تانية مع فرنسا. وقال كمان في التصريح انه انا مش هقعد اعمل مقارنات بقى، بس احنا كفايه ان احنا نقول ان عندنا هنا في فرنسا الاسلحه ليست منتشره، وما عندناش هنا ناس ماشيه باسلحه فاتحه النار على حشود لمجرد اشباع رغبه التسبب في فاجعه وماساه. يعني بيقول انه ده بيحصل في امريكا لكن ما بيحصلش في فرنسا. ترامب زي ما قلت كان عنده كلمه كان بيقولها في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين يوم الجمعه اول امبارح، وقعد ينتقد اوروبا في تعاملها مع هجمات المتشددين، وقال انه صاحبه وجيم مش عايز يروح فرنسا مرة تانية. مين جيم ده؟ طيب مين صاحب ترامب جيم اللي هيعمل أزمة بين فرنسا وأمريكا؟ مش معقولة. دي كانت مجموعة أخبارنا النهاردة لهذا الصباح. هنشوف مع بعض تقرير. احنا هناخد تقرير واحد يا شباب ولا تقريرين؟ طيب ماشي، الوقت هيكفي ولا ناخد تقرير واحد عشان الوقت بس؟ طيب خلونا نبدأ الأول بمؤتمر مارينا بوليفار. ده أكبر مشروع سياحي الحقيقة في إسكندرية لتطوير السياحة. المؤتمر ده انطلق بالفعل، والمفترض أنه هذا المؤتمر هيضم مشروع سياحي في 5 مشاريع متنوعة أو مختلفة. كل هذه المشاريع المفترض أنها تساعد على تطوير السياحة داخليا وخارجيا وتنشطها وتحديدا في الإسكندرية. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير. في إطار خطة التنمية في المحافظات لتنشيط قطاع السياحة، عقد مؤتمر صحفي بإحدى الفنادق بالتجمع 5 للإعلان عن مشروع مارينا بوليفارد الذي يعد نقلة نوعية في تاريخ حياة الإسكندرية. تمويل المشروع أولا في أرض القوات المسلحة، ده أساسا كان نادي ضباط لضباط القوات المسلحة، ده كان النادي القديم بتاعنا. لما جينا حبينا نطور النادي، طبعا حضرتك عايزب لازم بقى يعني لما نطور النادي لازم يكون بمناسب، فالفكره جت ان احنا نعمل مكان للوحدات السكنيه، الوحدات الغرف الفندقيه، ومكان تاني يبقى مكان تجاري مجمع مطاعم وكافيهات، على اساس برضو ما يبقاش انا محتاج اخرج من النادي علشان اروح مطعم واتيفر ايا كان عشان اقضي اليوم بتاعي. فحبينا نعمل بالاضافه الى مجمع الاكوا، مجمع حمامات السباحه، القاعات الاجتماعيه، على اساس يبقى حضرتك تقدري تيجي من اول النهار لاخر النهار تقضي اليوم معانا. احنا البروجكت عندنا وير تارجتنج اللي احنا نعمل ديستنيشن تبقى الهب لاسكندريه، بتبقى كلها فود اند بيفرج كونسبتس، وفيها فول سيرفيسز وفاسيليتيز للتارجتنج العائلات والشباب، لان اسكندريه حسينا ان هي محتاجه مكان زي كده يبقى السنتر بتاع اسكندريه، ويبقى مكان يبقى فول اكسبيرينس، ما يبقاش جاي حد بس يزور مثلا مطعم ويمشي، لا يبقى فيه اكسبيرينس يقدر يقضي يوم كامل فيها، لان هي بس مش فود اند بيفرج، في كمان انترتينمنت للاطفال وانترتينمنت للكبار، غير طبعا اللاندسكيب اللي احنا عاملينه يبقى according to world class standards، ويبقى بتحسي ان انت مش داخله مكان حتى في مصر، وعشان كده we're attracting investment من جوه مصر ومن بره مصر. المؤتمر الذي حضره لفيف من رجال القوات المسلحة ورجال الأعمال، وحضره نخبة من المستثمرين الذين رأوا أن هذا المشروع مكسب لأي مستثمر. المشروع المقام حاليا هو تابع للنادي نوادي القوات المسلحة، هيتم إن شاء الله إنشاء نادي لليخوت اسمه ميد يوت كلوب أو نادي اليخوت ميد،
الغرض منه هو تنشيط سياحة اليخوت محليا، ده أول حاجة. تعليم النشأ للرياضات المائية والشراع والغطس، وبعدين أبتدي أخش في مرحلة تانية أن أنا أجهز المكان لاستقبال اليخوت العالمية بالشكل المناسب والملائم. طبعا الموقع رائع، رحت صورت المشروع على الواقع، المشروع شغال على قدم وساق زي ما بيقولوا، يعني السرعة في التنفيذ، المصداقية في الوقت، في مسرح، في يخت كلاب جديد تماما، في فكر جديد كنا بنتمنى وجوده في اسكندرية من زمان، في مارينا يخوت، في ووكينج رائع، يعني مش عايزة أقول زي مارينا مثلا دبي، يعني إن شاء الله لما يكمل تماما هيكون زي مارينا دبي، وده اللي بنتمناه لأن اسكندرية جواها حلو 9 شهور في السنة. احنا الحمد لله إدارة النوادي أولتنا الثقة اللي احنا ندير المشروع وفقا للبرزنتيشن اللي احنا قدمناها وفقا للمقاومات اللي احنا قلنا هنلتزمين بيها في المشروع، هنهتم في المشروع بمقاومات الشركات المحترمة للتسويق كلها، أي شركة محترمة في التسويق عشان تدير المشروع لازم يبقى عندها مقاومات معينة، أهم حاجة الماركتنج المشروع كويس، يتعمل له الميديا بلان بتاعته كويس، يتعملوا البراندنج للمشروع. احنا المشروع خدناه من الصفر فعملنا له البراندنج من اول وجديد، والحمد لله اعتقد زي ما حضراتكم شفتم النهارده والساده ضيوف اتعمل براندنج للمشروع والناس كلها اهتمت بيه. مارينا بوليفارد حلم اقترب لكشف الستار عنه، حمل في طياته 5 مشاريع يسعى كل منها الى تاريخ يسطره في مستقبل السياحه. جاكلين ماهر، صباح دريم. عم عبدو المصري هنحكي لكم قصته في التقرير اللي جاي. عبدو المصري كان هو نحات، وكان الحقيقه عنده مشغل بينحت فيه ويصنع الاشكال الحلوه الجميله ويطلعها. هي قسوه الظروف والزمن والوقت وارتفاع تكاليف الاسعار والمعيشه ادت انه عم عبدو يفقد المشغل بتاعه. ما يقاش، ما وقفش وما تعطلش، الحقيقه انه بادوات بسيطه جدا وبإصرار وبرؤية فنية وموهبة حقيقية فضل يشتغل عن طريق أنه ياخد الصخور اللي موجودة في الشارع وبهذه الموهبة وبهذا الجمال وبهذا الإصرار يطلع منها أجمل القطع الفنية. عم عبدو المصري هو بطلنا في التقرير الجاي اللي هنتكلم عنه ونسمع منه كتير، وبعدها على طول نرجع نشوف بقى قصص الجمال في الانطلاق نحو مستقبل أفضل وأجمل بإذن الله لأهالينا وأولادنا وإخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وملتقى توظيف هام جدا تنظمه وزارة الصناعة في مارس، يعني خلاص إن شاء الله الأسبوع الجاي يبدأ مارس ونشوف مع بعض فرص عمل كثيرة وتوظيف، ونستقبل كل اتصالات حضراتكم على التليفون مع ضيفنا الكريم الأستاذ إيهاب الجباس مدير البرامج والمشروعات القومية بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة بعد هذا التقرير. بمنطقة مصر القديمة وبداخل ممرات شوارعها بين جدران شاهدة على تاريخ الفن والفنانين، كان يجلس عبد المصري على كرسي متهالك ليستمر في عمله كنحات. بنحت الأحجار بأنواعها كاملة، بزلت، زلط، حجر جيري، حجر أزرق، حجر أبيض، زلط أبيض، رخام، يعني طبعا انا فنان فطري. طبعا انا منذ نشأتي وانا كنت بلعب وانا طفل صغير في الكورنيش على البحر هنا ورانا بالطينه، ف بدا الموضوع معايا كده، انتهيت بان انا انحت على اقوى الاحجار اللي قدام حضرتك. كنت يعني قوي جدا في الخط وفي الرسم، دي اللي كنت شاطر قوي فيها. لما ابتديت اكبر بدات ادرس بقى الموضوع، امسك اصحابي اقيس النسب بتاعتهم، حتى وصلت بقى ان انا ابقى ليا شغل في الغردقه، في شرم الشيخ، في كل
مدن مصر تقريبا ومقتنيات في الفن الحديث. على ما يبدو كده هيكون اخر معرض اللي عمله اللي جاي ده، وبفكر يعني اطلع بره. اللي قابلني وانا صغير الوحيد اما في اول مقابلتي لما نشأت بقى اشتغل في المنطلق، قابلني كان الدكتور احمد نوار، فجاني قال لي تعرف تعمل تمثال؟ قلت له اعمل لك تمثال. قال لي مدروس؟ قلت له مدروس. قال لي الصوره دي كانت نفرتيتي، عملته له قد كده. بمطرقة وإزميل وأحجار مختلفة الألوان معدومة الملامح، شكلتها بصيرة ذات رؤية وموهبة لتخرج من العدم تفاصيل إلى النور. بيداها التي تمتلئ بنترات التراب المتناثرة من تشكيله للقطعة الحجرية يفصل انحناءات تصاميمه ورؤيته. ضربات متواصلة برقة ورفق على حجارة البازلت الصلب تارة وعلى الجرانيت تارة أخرى. الأدوات بتبتدي من مطارق وأزميل، وفي طبعا الوقت في عصر التطور في صاروخ برضو ممكن بيساعد معايا. الشهادة دي كان سمبوزيوم دولي كان عامله الدكتور رضا عبد الرحمن، اشتركت معاهم فيه. الشهادة دي كنت عامل بيها اللي هو العمل بتاع كنت مجسد فيه مصر أو القوة المصرية، تعامل تمساح بياكل الكرة الأرضية وكنت عامل ساك 160 سنتي حجر. موهبة يقضي فيها صاحبها كل حبه وجهده وخياله، متحديا كل محاولات الحياة لمنعه من الاستمرار في حرفته، لكنه أبى إلا التفاني لفنه. جمال القطع بقدر ثقلها الذي تتخطى أوزانه الكثير، وتاريخ صنعه الإنسان منذ آلاف السنين وحتى نهاية الحياة بفضل حب صناع هذه المهنة لمهنتهم. جهات كتيرة في الدولة بتسعى إنها توفر فرص عمل، ويمكن ده من أكتر الملفات اللي في صباح دريم بنهتم بيها، لأنه فكرة إنك تساعد إنه توصل معلومة تعلن وتعلم المواطن عن ملتقى توظيفي، عن جهات طالبة شغل طالبة عمل، دي في حد ذاتها أعتقد إن هي أكتر حاجة مهمة. الخروج من أغلب مشاكلنا الاقتصادية حاليا باختصار شديد جدا يعني إنتاج أكتر، إنتاج محلي أكتر، يعني صادرات أكتر، يعني نقلل واردات، يعني نشغل مصانع أكتر، نفتح ورش أكتر، نشغل شبابنا أكتر وأكتر. هنتكلم النهاردة إن شاء الله في هذه الفقرة الرئيسية، ونستقبل كل اتصالات حضراتكم بخصوص فرص توظيف جديدة تعلن أو يعلن عنها مجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. وبنستضيف ضيفنا الكريم اللي منورنا النهاردة الأستاذ إيهاب الجباس، وهو مدير البرامج والمشروعات القومية بالمجلس. يا أهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. أهلا بك. بداية كده، المجلس خلينا نقول مدير البرامج والمشروعات القومية بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة، لما يجي جاهز لملتقى توظيفي هنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي، ده هيكون قطاع عام ولا قطاع خاص عشان الناس كلها بتسأل؟ طيب، لا هو احنا قطاع عام ده غير موجود. يعني قطاع عام غير متاح. احنا فعلا بتقابلنا المشكلة دي كتير. لو احنا ابتدينا نجهز الملتقى توظيفي او بنعرض وظائف، الناس بتفتكر ان احنا عشان تابعين وزارة الصناعة بتبقى جاية على اعتبار انها جاية تشتغل في الحكومة. ده غير متاح. طيب ايه حكاية ملتقى التوظيف اللي ان شاء الله باذن الله بتجهزوا له لمارس ده؟ يعني خلاص المفروض مارس ده يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله. هو الملتقى ان شاء الله يوم 11 مارس هيبقى موجود في مبنى الصندوق الاجتماعي في شارع صلاح سالم. 11 مارس بالظبط، موجود في مبنى الصندوق الاجتماعي في صلاح سالم، شارع صلاح سالم. فين يا فندم؟ ان شاء الله هيبتدي الساعه 10 الصبح.
فين مبنى الصندوق يعني شارع صالح سالم ده طويل قوي؟ لا 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 يعني قبل الاستاد بشويه. قبل الاستاد بشويه عند بانوراما كده؟ لا قبلها كمان. قبلها قبل يعني هو معروف يعني مبنى تمام ضخم. مبنى الصندوق الاجتماعي شارع بالزبط. صلاح سالم يوم 11 مارس بالظبط من 10 صباحا. من 10 صباحا شو. ايه بقى اللي هيحصل؟ في شركات بتبقى جايه مجهزه وظائف بتليق باخواتنا اي حد عنده اعاقه او يعني اي مشكله. الشركات دي بتبقى موجوده، كل شركه قاعده في البوث بتاعها المكان المخصص ليها، وبتعرض الوظائف اللي عندها، واللي عايز يقدم بيقدم، وهي بتاخد بعد كده ليست. فيها الليست دي عدد من الناس اللي هي شافت ان هم ممكن يستطيعوا ان هم يقوموا بالوظيفه دي، وبتفلترها هي بعد كده، واللي بتحتاجه بتكلمه وبيروحوا وبيشتغلوا وبتنتهي العمليه بعد كده. طيب الوظائف بقى اللي موجوده طبيعتها ايه، وشركات القطاع الخاص دي طبيعتها ايه، تخصصاتها ايه، يعني عايزين نعرف تفاصيل اكتر. بصي هو طبعا انا مش هقدر اقول لك، انا مش حافظ الوظائف كلها اللي موجوده، بس ادينا امثله. احنا بنتكلم على المستوى العام. على المستوى العام الشركات بتخصص الوظائف اللي عندها طبقا لنوع الاعاقه. بمعنى يعني احنا مثلا عندنا في اخر حاجه كنا بندربهم كان في ناس عندها اعاقه سمعيه. الاعاقه السمعيه ده اشتغلوا كداتا انتري في شركات. حلو جدا. يقعد يشتغل داتا انتري، هو قاعد ما عندوش مشكله. ادخال بيانات. ادخال بيانات بالظبط، فما عندوش مشكله خالص، يقدر يدخل بيانات طول ما هو قاعد، ومش مش هتفرق معاه الاعاقه اللي عنده. حلو. في ناس تانية عندها اعاقه. دول مثلا يعني ندي امثله كده، دول مثلا بنتكلم في رينج مرتبات قد ايه؟ طبعا حد ادنى 1200 تمام تقريبا معانا، لو هو مثلا حد معاه اي تي كويس يعني بتبقى قدام شويه لما يبقى في خبره وحاجات كده يعني. طب لو هو جاي لك اوريدي عنده خبره اشتغل له سنه 2 5 في حته، بترجع للشركه، مش 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 انا مش انا اللي بحددها. اوكي. انا بس في نقطه تانية، انا احنا القصه بتاعه التشغيل اساسا دي مش يعني مش من الـ من الـ من الهدف بتاعنا الاساسي. احنا الاساسي عندنا التدريب. تمام. ولكن احنا طبقا للظروف اللي كانت حاصله الفتره الاخيره احنا ابتدينا نخش في الموضوع ده، نحس ان نكون يعني نعتبر نفسنا وسيط، نعتبر نفسنا مسهل للموضوع شويه عشان نحاول ان احنا نربط ما بين العرض والطلب شويه. احنا بندرب، فاحنا عندنا اتصال بشركات نقدر ان احنا نوفر شويه الوظائف دي، نقدر نساعد الناس شويه يعني. بنحاول يعني، فهو ده مش اساس العمل بتاعنا، لكن هي يعني اتجاه خدناه عشان نساعد في المجتمع. طيب شوية. انا هدخل في الكلام عن التدريب مع حضرتك بالزبط. وشويه كده ونرجع تاني برضه لموضوع التوظيف. لا لا انا بس بقول لحضرتك يعني التدريب ده حاجه كبيره جدا. كنت بتكلم يمكن مع المستشار محمد جميل من واحنا في فقرتنا الاخباريه، وبنتكلم على التدريب، وبيتكلم على فكره ان احنا نحول الموظف مثلا من شؤون عاملين لموارد بشريه، وان ده محتاج نقله نوعيه في طريقه بالزبط. التفكير ومعالجه المشاكل وغيره. التدريب حضراتكم في المركز في المركز بتتناولوه ازاي؟ التدريب عندنا، احنا عندنا يعني هقول لحضرتك حاجه بمنتهى البساطه للموضوع. حضرتك احنا في مصر بتلاقي دايما في الشركات وبالذات المصانع الحاجات اللي هي الصناعيه الفنيه دايما يشتكوا، دايما يشتكوا ان ما فيش عماله. يعني ده خبر سامعينه كلنا. بلاش حضرتك لو عندك في البيت في حاجه احتاجت صيانه او حاجه بتدوري ما بتلاقيش بسهوله. مش ده اللي بيحصل عندنا؟ طبعا كل الشركات عندنا بتأن من عدم وجود عماله مدربه. خلاص؟ على الجانب تحديدا الفنيين والحرفيين. احنا بنتكلم احنا مين اللي بنتكلم على الموضوع ده بالظبط؟ احنا بالزبط. اساسا احنا تدريب صناعي يعني. على النقيض تمام. تدريب صناعي زي ايه كده؟ ادينا امثله. كل صناعه، كل الصناعات حضرتك. احنا كهربائي، احنا بنتابع الصناعات الهندسيه، صناعات النسجيه، صناعات في الالكترونيات، كل ما تتخيليه حضرتك فني احنا بنشتغل فيه. كل ما يتعلق بالفنيات بالظبط انتوا بتشتغلوا فيه. تمام. وبعدين بقى بناخد الشخص ده بنمر معاه بمرحله تدريب عامله ازاي؟ احنا بنقدم على يعني احنا في الاول بصراحه لما كان في تمويل كافي يعني احنا الاول كان بيبقى عندنا يعني ميزانيه كنا تقريبا ساعات بنرجع منها يعني. لكن طبعا دلوقتي بتبقى للظروف اللي حاصله التمويل ما هوش بالقدر اللي يمكننا ان احنا نعمل كل احلامنا يعني. فالاول هكلمك على الاول على اعتبار ان احنا بنامل ان هو يحصل تاني. احنا كنا عندنا برامج معينه، برامج زي تمكين المراه، زي في برنامج اسمه حرفي، في برنامج اللي هو رفع مستويات المهاره بتاعه العماله القائمه فعلا، ما كناش بنتكلم على العماله الجديده بس. فاحنا كنا بنعرض البرامج اللي عندنا والناس بتتقدم لينا. واحنا عارفين الاحتياجات بتاعه السوق ايه؟ يعني احنا عندنا دراسات موجوده لاحتياجات السوق، يعني انا مش شرط يكون حضرتك عندك مصنع فعايزه موظف في الحته اكس بالظبط، لا احنا عارفين احتياجات السوق بالظبط محتاجه ايه وبنشتغل على هذا الاساس. بناخد الطلبات وبننزل الناس تتدرب في على البرامج اللي احنا بنتكلم عليها وبيشتغلوا. مده التدريب قد ايه تقريبا؟ المده بتتراوح ما بين 15 يوم لغايه شهر. من 15 يوم لشهر؟ ده بالنسبه لمستوى واحد.
لكن لو في حد محتاج مستوى تاني، يعني في مثلا حاجات في صناعه الملابس الجاهزه بنحتاج ندي مستويين، فبياخد مستوى وراه مستوى تاني، ده بيبقى ان شاء الله بيبقى جاهز بنسبه 80% ان هو يشتغل كويس يعني. في حد بيجي ياخد التدريب عندكم وبعدين يختفي ما يجيش الشغل؟ كتير كتير. طب ده بيقف عليكم بخساره كده، لانه بيكلفك تدريب وبيكلفك توفير الماتيريال. هقول لك على حاجه، خلينا نتفق ان احنا عندنا نقص في العماله، في الامانه، في العماله والامانه برضه، مش عايز اقول حاجه يعني خلينا احنا مش بنعمم، في عماله وامانه يعني. يعني عندنا نقص في الاثنين. في ناس في ناس بتاخد الموضوع يعني، احنا الاول كنا بندي حافز يومي على التدريب، فكان في اكتشفنا ان بصي احنا طول ما احنا ماشيين عاملين كنا بنقابل حاجات وبناخد اكسبيرينس طول ما احنا ماشيين يعني، فكان في ناس بتيجي تتدرب لمجرد لا يعني هي بسيطه يعني، كانت مصاريف انتقال يعني 20 جنيه في اليوم مثلا. تمام. وبالنسبه للمحافظات البعيده كنا بنتزود شويه، فيقول لك اجي هتدرب ببلاش وكمان هاخد اجره مواصلاتي وسلام عليكم بعد كده. بالظبط، كانت بتحصل كتير يعني. بس احنا خلينا نتفق على حاجه ثانيه، احنا لو انا قدرت ان انا في واحد قاعد ما بيعملش حاجه وقدرت ان انا اعلمه حاجه ما استفادش منها النهارده، احتمال يستفيد منها بكره. يعني انا في بول كده اهوت، في مكان بحط برمي فيه عماله، لو الكلام ده البول ده موجود ما الناس دي يعني اللي عايز هيروح يدور فيه هيلاقي. واللي فيه ده لو محتاجش النهارده ممكن بكره يتزنق يقول طب اشتغل انا اتعلمت حاجه اروح اجرب اتعامل بيها يعني. فلو ما اتعاملش لو ما اشتغلش النهارده احتمال يشتغل بكره، بس انا حطيته على الاقل على اول الطريق ان هو بقى عنده حاجه بيعرفها. طبعا. زي ما قلت هديك في الاول كنا بنتكلم ان هو الشركات مش لاقيه، وعلى النقيض تماما الناحيه الثانيه الناس كلها بتقول لك احنا بطاله ومش لاقيين شغل. بالظبط، الشركات مش لاقيه والمواطنين العاديين مش لاقيين. لسه من يومين في البرنامج كنت بقول احنا عشان النهارده الاقي كهربائي شاطر او سباك شاطر او نجار شاطر بنقعد نسال بعض ما تعرفش حد، يعني عندنا ازمه في العماله دي. بالظبط، دي في ويب سايتس بالنسبه للحته اللي حضرتك بتقول عليها دي بالذات، في ويب سايتس كتيره دلوقتي موجوده يعني بتفيد في النقطه دي، انت حضرتك بتكلميهم وبتقولي لهم انا عايزه كهربائي عايزه سباك عايزه حاجه بيتفق وبيجيب لك الناس دي. يعني ممكن الواحد يجيب الناس من عند الويب سايت ده، من الويب سايت ده فعلا. طب دي اخبار حلوه عشان محتاجه كهربائي اليومين. والله حقيقي هبقى اخد بحركه الويب سايت، قاعده في ضلمه بقى اليومين الحقيقه. طيب خلينا ناخد مع بعض على التليفون دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه، هو حاليا موجود في الاسماعيليه. استاذنك بس يا استاذ ايهاب يعني دقائق نتابع اهالينا في الاسماعيليه. يا دكتور خالد زمان صباح الخير. يا صباح النور، ايه الاخبار عندك يا دكتور؟ سمعنا ان عندك اخبار ايجابيه بخصوص اهالينا النازلين النازحين من العريش. والله الحمد لله، هو السيد وزير الصحه لسه وصل الاسماعيليه من حوالي نص ساعه، وهو توجه للسيد المحافظ هيبقى برفقته هيقوموا بالمرور على اهالينا اللي هم اللي جايين من شمال سيناء. والحقيقه يعني احنا معانا قافلة طبية كبيرة من واخدينها لمحافظة الإسماعيلية، فيها سيارتين محملين بالأدوية علشان يعني يتم توزيعها أو إذا حد فيهم محتاج أدوية طبعا مجانا، وعدم الالتزام بأي طبعا قيود، الكلام ده هيتم توزيعه مجانا تماما. وعندنا أيضا الأطباء في كافة التخصصات ومعامل وأجهزة أشعة معانا، ومعانا أيضا السيد الوزير بيرافقه مستشار الوزير للرعاية المركزة ورئيس هيئة الإسعاف المحلية، علشان ايضا الدكتوره المسؤوله عن المستلزمات في الوزاره. طبعا ده بالاضافه للمستشفيات الاسماعيليه، الاستاذ الوزير امبارح ادى تعليمات لوكيل الوزاره بتوافر جميع الامكانيات لهؤلاء، لكن خلينا نقول ان احنا برضو بنحاول ننتقل اليهم، نمر عليهم في مخيماتهم في مساكنهم عشان لو محتاجين خدمه طبيه او صحيه تقدم ليهم في الاماكن المتواجدين فيها. ان شاء الله نطمئن عليهم يعني من كل الجوانب الصحيه والنفسيه. و النفسيه دي هنعملها ازاي دكتور خالد؟ احنا عارفين من امبارح ان انتوا الحقيقه متواجدين هناك، وانا بس عندي سؤال قبل موضوع النفسيه دي. في امبارح اهالي كانوا بيقولوا انه طبعا نزلوا فجاه من العريش فسابوا ادويتهم، ادويه الضغط والسكر، ادويه قلب، اي نوع ادويه. عشان كده النهارده الدكتور احمد عباد وزير الصحه توجه للاسماعيليه وخد معاه سيارتين محملين بالادويه في كافه الامراض المزمنه وادويه كثيره الحقيقه، حتى المسكنات وغيره، علشان نقدر نوفر ده للاهالي اللي نزلوا فجاه وسايبين الادويه بتاعتهم، واخدين كميات كبيره. هيتم النهارده يعني بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من قبل الاطباء التخصصات العديده، هيتم اعطاء كل واحد الدواء اللي هو عليه او اللي بياخده الفتره اللي جايه.
طيب التأهيل النفسي بقى ده هتعملوه ازاي يا دكتور خالد؟ لأن الناس نازلة الحقيقة من العريش، اللي عنده صدمة عصبية واللي عنده اكتئاب، واللي يعني يعني الناس كلها الحقيقة في حالة من الحزن والخوف والقلق. نفسيا ازاي ممكن نتعامل مع أهالينا اللي نازلين من العريش؟ أحد التخصصات الموجودة معانا في محافظة الإسماعيلية التخصص النفسية والعصبية، موجود معانا أطباء في هذا التخصص، والسيد وزير الصحة كلف الدكتور هشام رامي أمين عام الصحة النفسية بأن أطباءه يبقوا متواجدين يعني في القافلة اللي هي 3 أيام مع هؤلاء، علشان لو في أي حد يحتاج لتقديم يعني أو دعم نفسي أو معنوي طبعاً أكيد ده هيبقى مطلوب. حتى لو قالوا لك لأ هيبقوا محتاجين يا دكتور، طبعاً محتاجين بالضبط. حد طبعاً يقعد يتكلم مع الأطفال، دي حاجة احنا عندنا من نفسنا، لانه ده ما بيطلبش بذات هذا التخصص يعني. منع. فان شاء الله احنا نفضل معاهم الثلاث ايام اللي موجودين فيهم، او يعني من اشعار اخر لما الامور تحسن ويعودوا لمكانهم في شمال سيناء مرة اخرى ان شاء الله يلقوا كافة الرعاية الطبية والصحية. القافلة يعني قاعدة كم يوم يا دكتور؟ انتوا قاعدين كم يوم عندكم؟ احنا هنسيبهم ثلاث ايام بشكل مبدئي، لو محتاجين اكتر من كده هيتم مدهم ايضا بادوية اخرى وهيستمروا الحين اشعار. انت عارف بس يا دكتور خالد وجود وزير في مكان بيخلي الاهتمام كله موجود، يمشي الوزير من هنا نبدا واحده واحده ايه. لا احنا بقى يعني القصه دي دلوقتي ما بقتش في الاسلوب ده، لانه الحقيقه السيد الوزير يعني مشكل لجان، حتى لو حضرتك اكيد عارفه وشايفه الايام اللي فاتت، مش بس الجولات المدنيه على المستشفيات ما بقتش بس للسيد الوزير، لا بقى في فرق ولجان مشكله وتمر وبترفع تقارير للسيد الوزير، وبيتم اتخاذ اجراءات فوريه حيال سواء المقصر او الـ يعني العامل اللي عليه، وبيتم توجيه الشكر له. المقصر بياخد يعني اعلاء مبدا الثواب والعقاب، هو ده شعار المرحله القادمه، فالامور مش هتبقى متابعه، هيكون في متابعه دقيقه ان شاء الله. فالاسماعيليه لا في توجيهات طبعا للسيد وكيل الوزاره، وفي فريق من الوزاره كله دوري، ده فريق مركزي من وزاره الصحه قاعد مقيم الثلاث ايام، السيد الوزير هيبقى في متابعه مباشره معاهم. خليني بس قبل ما عشان ما اضيعش وقت حضرتك يعني نفكر الناس انه ان شاء الله يوم الثلاث 28 فبراير هيطلق اعلان القاهره لصحه المراه، كنا اتكلمنا فيه قبل كده، عام 2017 عام صحه المراه العربيه تحت رعايه فخامة السيد رئيس الجمهوريه، وان شاء الله ده هيبدا يوم الثلاث، وده تحت شعار صحتك هي اولويتنا. واعلان القاهره ده هيكون على هامش مؤتمر وزراء الصحه العرب، وهيبقى ان شاء الله السيد وزير الصحه ورئيس المجلس التنفيذي لوزراء الصحه العرب، والاعلان ده هيتضمن طبعا استراتيجيات البناءه لتعزيز التوعيه الصحيه وتقليل مخاطر الاصابه بالامراض المزمنه الخاصه بالمراه، ومنها العنف ضد المراه، ومنها تمكينها من التعليم وايجاد فرص عمل والختان المراه في الاعلام. هو طبعا ده قانون ختان الاناث بالذات بعد تغليظ العقوبه، ده على راس ده الحمد لله احنا نجحنا في تغليظ هذه العقوبه ومجلس النواب وافق عليها، وده هيقلل نسب ختان الاناث، يعني مصر فعلا تراجعت امام العالم كله. يعني هذا المؤتمر يا فندم بدايته ان شاء الله الثلاثاء 28 فبراير 28 فبراير وان شاء الله يعني لو حضرتك الوقت يسمح هيكون في ضيف مع حضرتك، هرتب مع الاعداد علشان هتحدث. احنا متكلمين في ده، وباذن الله ننوه عن الموضوع ده، لانه ده مهم جدا، مهم جدا نعرف عشان ما يبقاش في كلام نظري بعيد عن الواقع العملي. لما نقول 2017 عام المراه نبقى فاهمين بنشتغل ازاي عشان فعلا يكون عام مراه. يعني بس أنا القاهرة ده إطلاقه هيكون ملزم لجميع الدول اللي في جامعة الدول العربية بتنفيذه، يعني دي هتبقى استراتيجية. ومصر هي اللي هترأس هذا المؤتمر، ومصر اللي هترأس هذا المؤتمر، لأن وزير الصحة المصري هو الرئيس التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب. نعم، ده شيء رائع يا دكتور، وشيء وأخبار إيجابية جدا، ولكن ده مش هيعفيني يا دكتور خالد أن أنا أطلب طلب من حضرتك. بلي يا فندم. أنا برجو حضرتك بعد ما تخلصوا جولتكم في الإسماعيلية مع أهالينا من العريش هناك، بعد إذنك تاخد دكتور أحمد عماد الدين كده من إيديه وتطلع بيه على إسكندرية، تشوفوا حضانات الأطفال اللي في منها اتحرق، وفي 4 أطفال حديث الولادة اتحرقوا وماتوا يا دكتور خالد. يعني البقاء لله طبعا قدم بخالص تعازي ديهم، وده يعني مس كهربائي حدث بالأمس، والسيد الوزير بالفعل يعني يدى توجيهاته وجري العمل على حل المشكله دي نتيجه المس الكهربائي اللي حصلت، لكن طبعا بنتقدم بخالص التعازي، ويعني دول اخواتنا وربنا يرحمهم ويتولاهم، ويعني ان شاء الله ده خطا يعني تم فتح تحقيق بيه بالفعل وحسب المقصر او السبب اللي ادى الى ذلك. دكتور خالد، ام كل طفل من الاربعه اللي ابنها اتحرق في الحضانه
معلش متزعلش مني يا دكتور، مش عايز مش عايزه تسمع تعازي، كلمات تعازي، هي عايزه تشوف مين المهمل، مين اللي تسبب باهماله في هذا الحريق وفي هذا الحادث المؤسف الاليم جدا، وعايزه تشوفه هو بيتحاسب يا دكتور خالد. دي نقطه. النقطه الثانيه انه في تحذيرات كتيره جدا جاءت للوزاره من موضوع حضانات الاطفال، واحنا بقالنا كتير يا دكتور بنقول حضانات الاطفال في مصر كلها محتاجه اعاده شامله في النظره اليها. احنا مشكلتنا ايه يا دكتور؟ ده حضانه يعني انا سايبه فيها طفل حديث الولاده لا حول له ولا قوه. احنا يعني خلينا بس نقول ان ده حادث يعني نتيجه اهمال في حاجه معينه، وده ماس كهربائي زي ما وضحت لحضرتك، وتم فتح تحقيق فيه وهيحاسب فيه المقصر ولا تهاون في ده. لكن خليني اقول لحضرتك انه يعني الحادث ده مش مبدا الحضانات فيها ايه، هي الحضانات في اماكن في الحضانات وفي توفير الحضانات، في حضانات زادت وطلبات الاطفال للحضانات دي حاجه يعني على راس الاولويات زيها زي سراير الرعايه المركزه وسراير الحروق. ولكن ما حدث دماغ كهربائي وارد انه يحصل في بيت اي حد، وارد انه يحصل. ما تقولش انه ما فيهوش تقصير طبعا، بس هنا مع دكتور خالد معلش انا عندي يا دكتور خالد انا بس عندي اسئله كتيره قوي. يعني يا دكتور ماشي، في اهمال حصل ادى لماس كهرباء، ده هنحاسب فيه تمام. انا تمام. فين عندي طاقم التمريض اللي قاعدين اللي من لحظه ما شموا ريحه شياط المفروض يجروا على العيال دول ياخدوهم يفكوهم زي ما هم كده بالاجهزه اللي عليهم ويجروا بيهم بره؟ انا وضحت لحضرتك سابوا الحريقه لغايه ما العيال اتفحمت يا دكتور اتحرقت. في مقصر هيتم حسابه يعني في منتهى الشده والحزم، ولا تهول على فكره. والتحقيق اتفتح بالامس، والنهارده هيكون في تقرير على مكتب السيد الوزير، وهيكون في اجراء من ده. يعني هنتابع معاك يا دكتور خالد هنتابع معاك يا دكتور خالد. انا بشكرك دكتور خالد مجاهد متحدث الرسمي لوزاره الصحه. انا بعتذر عن الوقت يا استاذ ايهاب، بس دي قضايا كمان مهمه جدا. عايز ارجع لموضوع تدريب، وكنا اخر حاجه قلناها انه في بالفعل موقع يقدروا منه المواطنين يدخلوا وياخدوا يلاقوا التخصصات دي. طب التدريب مين اللي بيقوم بيه؟ ناس مؤهله، ناس انتم مدربينها، ناس من بره الوزاره؟ يعني كلمني اكتر بقى عن القائمين على احنا مش بنقوم بالتدريب بنفسنا طبعا. احنا بنبقى عندنا مقدمين خدمات، مقدمين الخدمات دول بيتقدموا لنا، احنا بنقدر بنعمل عليهم دراسات وبنشوفهم وبنروح نزور اماكنهم وبنعرف الناس اللي بتدرب السي فيات بتاعتها ايه والمعدات اللي عندهم ايه، هل هي قادره ان هي تلبي احتياجات الصناعه فعلا لو احنا ودينا لهم ناس تتدرب ولا لا. وبنعتمد المركز اللي هو بيقوم بالتدريب ونعتمد الناس اللي عنده، وبنبتدي نديله لما بيجي لنا طلبات تدريب بنختار المراكز اللي هي اللي احنا بنشوف انها تلائم الطلب اللي عندنا بالمكان بالمنطقه الجغرافيه بتاعتها والحاجات دي كلها. وبيبتدي التدريب لغايه لما بيخلص، بنعمل بيبقى في اختبارات في نهايه التدريب. بعد ما بتطلع نتيجه الاختبار بنتحاسب بقى مع المركز، احنا بنديله ثمن التدريب بتاعه. وبالناس اللي احنا اتدربت بنشوف بقى هل في ليها اماكن معينه ممكن تروح ليها بنبعتها. ما فيش، في ناس بتحب تعمل شغل لوحدها، في كذا حاجه بتحصل. طيب استسمحك نبدا ناخد الاتصالات بقى لحضرتك بعد اذنك. هنبداها من بني سويف بقى، بص اولنا كده يلا. احمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل يا فندم. سمعت يا فندم، والله انا من 2004 وانا ببحث عن فرصه عمل في القطاع الخاص. ايام اللي كان ماسك المهندس رشيد وبعت له كذا مره بتاع البرنامج، كان ماسكين برضه من مركز التدريب الصناعي اللي هو كان يجي اعلان في التلفزيون الحال اسرع بما يفوتك، وللاسف يعني قدمنا وما لحقناش برضه القطر لانها كلها كانت اوهام. مش ضروري كانت تكون اوهام يا احمد، اصل هم ليه هيعملوا اعلانات لو هم مش عايزين ناس؟ بس ممكن يبقى الاعداد اتخذت بسرعه اول باول، وممكن يكون اوهام معرفش. كل حاجه وارده. والله يا فندم والله يا فندم مش مره ولا اثنين، ده من 2004 13 سنه بالظبط وانا ببحث عن فرصه عمل في القطاع الخاص، مش بتكلم عن قطاع حكومي او قطاع عام. طيب انت مؤهلاتك ايه ومعاك شهاده ايه ومعاك خبره ايه وعندك كام سنه؟ انا معايا يا فندم دبلوم صناعه دفعه 99 وعندي 35 سنه. دبلوم صنايع عندك 35 سنه دفعه 99. دفعه 99 يا فندم. هعرف يا فندم لشهاده المحافظه عشان يعني بني سويف فيها اكبر مصانع الاسمنت وفيها مصانع حديد وفيها مصانع اكتنات، يعني ده حلمي ان انا اشتغل الاقي فرصه عمل في المصانع دي.
طيب انا 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 هعرف من ضيف الكريم اذا كان ملتقى توظيفي في مارس ان شاء الله في حاجه من الحاجات دي ولا لا. هل في شركات جايه ممكن من محافظات تعرض؟ برضو هنتكلم في ده مع استاذ ايهاب حالا. لو ما كانش هتسيب رقمك يا احمد وان شاء الله نوصلك بحد من الساده المسؤولين ضيوفنا الاعزاء اللي في القوى العامله اللي بيساعدونا الحقيقه في توظيف الناس. حاضر. ناخد من اسيوط مين؟ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا معوق ومحتاج فرصه العمل اساعد بها نفسي، وانا اتصلت بيك قبل كده وقطع الاتصال، فانا عاوز اشتغل. طيب الف سلام عليك. الاول قول لي انت معاك ايه؟ معاك شهاده ايه؟ انا معايا متوسط. ثانويه. ثانويه؟ ثانوي؟ اه. عندك كام سنه يا محمد؟ وحضرتك انا عندي اعاقه حركيه. يعني اقدر البس حذاء واقدر امشي. بتقدر تمشي؟ بلبس حذاء طب وامشي يعني من غير عصاية او افكرز. من غير. طيب حلو. امال اعاقتك الحركيه فين؟ ايديك؟ لا في رجلي، في رجلي الشمال. بس بتلبس الحذاء وبتمشي؟ اه. طيب طيب خليك معايا يا محمد، ما انت المره اللي فاتت اكيد قفلت ما سبتش رقمك فما عرفناش نجيبك تاني. معوض ناخد رقم محمد والنبي لو سمحت. استاذ ايهاب، محمد من ذوي الاحتياجات الخاصه، بيقدر يمشي، عنده اعاقه بس بيقدر يمشي ثانوي. الصعيد فيه اهتمام خاص بيه الفتره اللي جايه دي. احنا بقالنا فتره عموما شغالين على المناطق الحدوديه اللي هي الحدود بتاعتنا، لان دي بتعتبر منفذ اساسي لكل المشاكل اللي بتحصل لنا في مصر حاليا دلوقتي. بالظبط. المناطق الحدوديه، والمناطق الحدوديه للاسف عندنا كان غير معتنى بيها او ما كانتش واخده العنايه الكافيه الفتره اللي فاتت. فاحنا بقالنا تقريبا سنه وشويه بنهتم جدا بالمناطق الحدوديه علشان اي حاجه داخله مش كويسه ما تلاقيش ارض خصبه انها تنتشر وتكبر. وان يعني اللي هناك اللي عنده شهاده او حتى ما عندوش شهاده وعايز يشتغل ما يبقاش لعبه سهله في ايد اي حد. لو هو دخل عليه حد عايز يعمل حاجه وحشه بتبقى بمنتهى السهوله بتحصل، لان هو ما عنده احباط ومش لاقي شغله. فبنحاول ان احنا ننمي زي ما بننمي البني ادم الفتره، بننمي المنطقه نفسها ان احنا بنحاول نجود فيها صناعه ونجود فيها شغل. محتاجين كمان تغيير ثقافه بقى كلنا نشتغل عليه مع بعض. دي ما دي اللي انا هكلم حضرتك عليها، بس خلينا نرد على الموضوع يعمى ويا مشلول وانت اطرش وانت مش شايف الحاجات دي، يعني لازم بقى نشتغل عليها بقى. في اصحاء كتير وعندهم نفس المشاكل يعني. فاحنا دلوقتي مثلا من ضمن الحاجات اللي بنعملها لاخواتنا اللي عنده اي اعاقه، في مشروع بنعمله لسه في بدايته ان هو السجاد اليدوي. السجاد اليدوي في الصعيد. في الصعيد. دي فرصه كويسه. هو بس مشكلتها ان هي بتحتاج سن اصغر شويتين. طب عشان ليه؟ عشان نفس الفكره بتاعتها ان هو الصوابع لازم تكون صغيره ورفيعه عشان يقدر يخش النول. يقدر يشتغل على النول. بالظبط. فاحنا سن صغير يعني عايز قد ايه تقريبا؟ لا هو يعني لو الاحسن خالص بتبقى صغيرين اطفال يعني. ياه. ده افضل حاجه يعني. 10 سنين 11 سنه بيبتدوا عشان يقدر هو يتعلم. اخرنا كام عشان نقبل حد جاي يشتغل في السجاده الطبيه؟ اخرنا خلينا يعني هو بص احنا بنحاول دلوقتي يعني احنا بنعمل لشريحه معينه من الناس. فهنحاول يعني كل اللي يروح هيحاول ان هو يشتغل فيه. ممكن ناس هتقدر برضه يعني، في ناس هي اصليا مش كيمياء يعني. في ناس هتقدر وفي ناس مش هتقدر، نحاول نوجهها في حاجه ثانيه. بس احنا بنحاول المشروع ده ان شاء الله هيبتدي في خلال في الشهر ده باذن الله. طب انا معايا فيلم. احنا معانا تليفونات ولا ناخد الفيلم الاول؟ مش جاهز معانا. طيب الفيلم فيه مشكله على فكره، الماده اللي حضرتك جايبها بس ممكن تكلمني عليها. هو الفيلم ده متساوون، اسمه متساوون. ده كان عباره عن ايه؟ نفسي والله يتعرض. في مشكله فنيه للاسف في الفيلم. طيب المهم الفيلم ده كان هو في مجموعه كنا خدناها من ضعاف السمع، وفي جهه تدريبيه بتشتغل على صناعه البلاستيك. ماشي. اوكي. حوالي كانوا 39 واحد اتعلموا حاجه في صناعه البلاستيك، وخدناهم كلهم زي ما هم كده اشتغلوا في احد المصانع في مدينه بدر. وانا عايز اقول لك ان يعني استيعابهم وتدريبهم كان سهل جدا، اكتر من ناس اصحاء ما فيهمش عندهم اي مشكله. ده يمكن عشان عندهم الرغبه ان هم يتعلموا. بالظبط. وبعدين هو كمان بيبقى عنده وقت اكتر
يعني هو في حاجات كتير مش ما بيعملهاش، فهي بيتوفر عنده وقت احسن وبيبقى عايز يشتغل وعايز يثبت نفسه وعايز يوري ان هو طبيعي والدنيا كويسه معاه فبيشتغل. وكانوا فعلا انا كان نفسي الناس تشوف الفيلم بجد. كلمه متسوون او اسم الفيلم سوتوه متسوون، يعني من انه من عند اللي عنده اعاقه واللي ما عندوش اعاقه متسوون بالزبط. لو ال في فكر وتحدي بالزبط. واصرار بالزبط. في اراده، في اراده حقيقيه بالظبط، لان في ناس قاعده وكويسه جدا ومش عايز تشتغل. انت على فكره ده كتير جدا، يعني كلمه ان عاطلين ومش لاقيين شغل، هو دلوقتي يعني انا اسف اقولها، يعني هو اي شاب دلوقتي ما بيشتغلش. ما بيشتغلش ليه؟ الاخوه يعني اخواتنا السوريين جم اثبتوا فشل الموضوع ده، جم من بلادهم عندهم مشاكل، هم جايين، في اللي جاي مش معوش فلوس، واللي جاي بالهدوم اللي انا بقول، يعني مش عايز ادي تفسيرات او تفاصيل يعني، بس جايين ظروفهم مختلفه. طبعا في حد منهم قاعد شغالين، يبقى حضرتك يا اهل البلد اللي قاعد مش اي شغل، شغالين بيقدموا كويس. احلى شغل الحقيقه، وشغالين كويس والناس بتحب شغلهم. عايز اقول لحضرتك ان يعني بس عشان ما نتكلمش بس يقول لك اصل عشان اكلهم حلو، لا 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 خالص، لا مش فكره اكل. انا اعرف ناس بتشتغل مهنيين بالظبط وبيشتغلوا في محلات بيبيعوا، كل الناس بتحب شغلهم لان هم عارفين يعني ايه، بيدوا الشغل حقه وبيشتغلوا كويس جدا وما بيقولوش لا، واسعار كويسه جدا. بصي ومواعيد كل اللي تقولي عليه حضرتك ماشي مظبوط. طب انت يا اهل البلد يلي قاعد فيها، يلي بتروح تنام في بيتكم، لا ما عندكش مشكله، ما اشتغلش ليه؟ مشغول قاعد على الفيسبوك بيشتم. لا هو كمان غير كده، لا دي قصه تانية بقى، دي ممكن يعني نعملها حلقات، لكن مش فاضي. هو بيرجع هيقول لاهله يا ابني ما بتشتغلش ليه؟ والله ما فيش شغل. ما هو الجرايد كل يوم بتكتب ان ما فيش شغل وان في عطاله وفي بطاله وفي وفي وفي، هيقولوا له ايه؟ خد على قد ما يقدروا يدوا له، هم يشتغلوا ويتعبوا ويدوا له، هو ينزل يقعد على قهوه. ده حضرتك لما تسمع بس هتلاقي التليفونات جايه، اغلب التليفونات اللي بتجينا في الحلقات اللي بنفتح فيها تقديم وظايف بتيجي من الام والاب، وزوجه بتدور على شغل لزوجها، وواحده بتدور على شغل لاخوها، وصاحب الشأن ممكن يبقى نايم قاعد على القهوه. لا انا عندي قصص يعني ممكن اقولها لك، قصص يعني كبيره جدا. وبعدين عايز اقول لك على ذكر حضرتك السيدات، 32% من المراه معيله في مصر. يعني هنتكلم بقى عن السيدات وفرص العمل في ليهم في ملتقى الشهر القادم ان شاء الله. بس هسمحك نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل هذا الحوار وفرص العمل وملتقى التوظيف الشهر القادم، خلاص يعني كمان ايام ان شاء الله في مارس، التابع لوزاره الصناعه، بعد هذا الفاصل. منشر غسيل واحد لا يكفيك. تفقدين كثيرا من الملابس في أشهر الشتاء القارصة؟ أم تتلفوا من تعرضها للشمس أو الأمطار؟ كما أن تثبيت الملابس بالمشابك حتما سيترك عليها أثر. وداعا لكل هذا العناء، وداعا لاستخدام المناشر التقليدية، مع وربة دراينج راك الحل المثالي والعصري لتكفيف الملابس. سيمكنك من تكفيف الملابس والمناشف الكبيرة والبطاطين والجوارب وملابس الأطفال الصغيرة في آن واحد. يمكن أيضاً تكفيف البطاطين والأشياء الأكبر حجماً، حيث يوجد بها قطعة مخصصة لتكفيف الأشياء الأكبر حجماً عليها. فوربة تراينج راك يتكون من 6 أرفف لتكفيف الملابس، بهم 36 صف يمكنك التحكم بارتفاع كل رف حسب طول وشكل الملابس بأربع درجات مختلفة، ذراعين لتعليق الشماعات للحفاظ على البدل والقمصان والفساتين بطريقة منظمة ومرتبة ونظيفة، أماكن لتعليق الجوارب تمكنك من تعليق 24 زوجاً من الجوارب. وربة تراينج راك مزود بعدد 6 عجلات لسهولة نقله، تجعل نقله من مكان لآخر بغاية السهولة ولا تسبب أي خدش لأرض
المنزل أو وقوع الملابس هنا وهناك. وركبا دراينج راك لا يشغل حيزاً كبيراً، فعرضه 151 سنتيمتر وارتفاعه 147 سنتيمتر، وعرض الهيكل 87 سنتيمتر، عمق الرف 38 سنتيمتر، وإجمالي عمق الرفين 64 سنتيمتر. كما أن عجلات دراينج راك قابلة للطي، بالإضافة إلى أن الجسم كامل قابل للطي لسهولة تخزينه، فهو يحتاج إلى مساحة 120 سنتيمتر بعرض الحائط و15 سنتيمتر ارتفاع عنها لتخزينه. وربا دراينج راك مصنوع من الستانلس ستيل عالي الجودة مقاوم للصدأ، كما أن الجسم الخارجي من البلاستيك المقوى ويتحمل أوزاناً تصل إلى 68 كيلوغرام. وربا دراينج راك جميل وعملي للمساحات الضيقة، فيمكن استخدام أحد الجانبين فقط دون الآخر. وربا دراينج راك سهل الطي والتخزين ولا يزيد وزنه عن 7 كيلوغرامات. كما أن معه طقم من المشابك مكون من 30 قطعة من نفس المادة المصنوع منها وربا دراينج راك. وربا دراينج راك رائع للاستخدام في الفنادق والقرى السياحية والمصايف والمستشفيات. وربا دراينج راك متوفر بألوان متعددة، الأخضر، الأحمر، السماوي والأزرق. وربا دراينج راك هو الخيار الأمثل لتكفيف الملابس صيفاً وشتاءً. مع وربا دراينج راك ستشعرون وكأن ملابسكم قد تم كيها. اغتنموا الفرصة لتريحوا أنفسكم من عناء تكفيف الملابس. اطلبوه الآن. بسحر عيونهم أسروا القلوب وتملكوا. أول مرة أخذ بالي فيها من لون عينيك. بروعة أدائهم علموا الناس كيف يحبوا. الحب يا نوال ملوش أول ولا آخر. أنا ما أقدرش أستغنى عنك. قد كده بتؤمني بالحب؟ حبنا طاهر بريء. مفيش مخلوق يقدر يعيش من غير حب. عمري ما حبيت كده. كيف يثوروا؟ عملت كده. ما عاوز حاجة هبطلبها منه. ومتى يعشق؟ قلبي بيدخل عن المكان. يا جماله. نجوم تتألق على مر الزمان. أحبك يا أبيض. أجمل ما قدمت السينما المصرية من أفلام كلاسيكية. وإن كان لك عمر هنتقابل قريب على الشاشة دي. هنا على دريم. الفن مسؤولية، وبين الإبداع والابتذال خيط رفيع. هنكون معاكم بشكل جديد ومختلف. هنكشف أسرار النجوم والكواليس الفنية. هنناقش قضايا الإبداع بكل موضوعية. انتظرونا وبرنامج بالألوان الطبيعية. بالألوان الطبيعية مع نادية حسني في الأوقات التالية على دريم. سيبك من الخوف ولا انت نسيت ان غيرك مستني سن بايدك تتعلم حاجات اكيد هتنفع بعدين. مجلس التدريب الصناعي احنا هنا بنعنى بالتدريب والتأهيل لشباب الباحث عن العمل في مصر. احد الاهتمامات الاساسية عندنا هنا في المجلس ان احنا بنهتم بإخواتنا ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحاول ان احنا نأهلهم عشان يقدر ان هو يكون فرد منتج في المجتمع او فرد فاعل في المجتمع. لازم احنا نساعدهم ولازم نحسسهم ان هم جزء مهم جدا في المجتمع زيه زي اي شاب سوي، وانا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى اداله قدرات تفوق الناس الاسوية، بس هي القضية ازاي نطلع منهم القدرات دي. فاحنا عملنا الاول تمهيد ان احنا فهمنا الناس عندنا كيفية التعامل معهم، فصلنا يبقى طويل شوية، نبعد كل البعد عن الحاجات اللي بتضايقهم.
او الاشارات او الحركات اللي بتثيرهم او بتضايقهم واشتغلنا عليها. من الشرف النهارده ان احنا معانا فريق العمل اللي قام على تدريب واعداد كوادر من جمعيه الصم وضعاف السمع. الآن بتدريبهم كان مجلس التدريب الصناعي وكان فترة تدريب 10 أيام، وإحنا كنا طلبنا منهم يعملوا برنامج تدريبهم على صناعة العبوات البلاستيك بنظام النفخ والحقن. طالما هم تلقوا التدريب الجيد وفهموا تعليمات الأمن والسلامة ما أعتقدش في حاجة تعيق العمل يعني. عايزين ندمجهم اندماج طبيعي في المجتمع وما نحسسهم شيء ان هم يقلوا اي شيء عن زملائهم الاخرين. في البدايه كان صعب التعامل مع بعض، بس بعد كده اتعودنا على بعض بالطريقه، بيفهم طريقه كلامي لما بتكلم، بيفهم عن طريق المشاوره. بدات اعرفه طريقه الشغل وطريقه التعامل على المكنه، التنظيف، العيوب، كل شيء في المكنه بدأت أعرفه. والحمد لله الشركات والمصانع اللي اشتغلوا فيها الولاد مبسوطين جدا وان انتاجيتهم عالية تكاد تكون 100% من يعني زيهم زي الصحيح. اللي تعلي سهمك في البورصة، بورصة العيشة والجواز اللي في ايدك بكرة، ما تبقاش صاحب ورشة ومشغل ناس. كان الفيلم القصير متسوون وهو عن مشروع تدريب إخواتنا وأولادنا من الصم وضعاف السمع اللي اتكلم عنه ضيفنا الكريم الأستاذ إيهاب الجباس مدير البرامج والمشروعات القومية بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزارة الصناعة. لبجدد الترحيب بيه مرة تانية. أهلا بحضرتك مرة تانية يا فندم. فيلم هايل ومعمول يعني بشكل بسيط كده بسيط جدا جدا ويوصل للناس، يوصل للناس الفكرة بالظبط. في الفيلم اتقال نفس المبدأ اللي احنا بنتكلم فيه من الأول، إنه لما تشتغل مع صاحب الإعاقة أو صاحب الاحتياج الخاص تقدر توصل له إحساس إنه أنت زيك زي أي حد ما عندوش إعاقة. الرك على الإصرار وإنك تشتغل بإيديك وإنك تعمل ده إزاي برضو طول الوقت نفسيا حتى بتتعاملوا معاه، بتتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة من المنظور ده؟ بصي، هو كل حد عايز ينجح، بس في ناس بيبقى يعني كتر الكلام بقى زي ما حضرتك قلتي عندك كذا، لا عندك كذا، لا انت مش نفع. حتى الاغنيه اللي حضرتك خدتي بالك ان ليه بتستنى تسمع كلام ناس تقول لك مش هتقدر، وليه تستنى تسمع كلام ناس مش هتعرف؟ لا انت تعرف وتقدر تعمل كل حاجه. لما بتشتغلي معاه على الحته دي وبيحس ان فعلا في حد مهتم وحد مقتنع بقدراته بيشتغل وبيدي نتيجه. بيشتغل وبيدي نتيجة. وعلى فكره معظم الناس اللي اشتغل عندهم كانوا فرحانين جدا بالنتيجه بتاعتهم، لان نتيجتهم افضل بكتير كمان من اصحاء فعلا. طيب اسمح لنا بقى نرجع تاني ناخد بعض الاتصالات. طبعا. ناخد من كفر الشيخ الاول سهام. يا صباح الخير يا سهام. صباح النور يا فندم. اتفضلي. لو سمحتي، انا جوزي تعبان رجله وجعان، عنده نسبه اعاقه في رجله الشمال. عنده اعاقه في رجله الشمال؟ الف سلام عليه. الله يسلم حضرتك. ما بيقدرش يمشي عليها وبيمشي عليها، بس مش جوي يعني ان هو يشتغل شغل كده. وعنده متجوز وعنده ولدين، والله عنده بنت وولد. يعني انت مراته ولا متجوز جوازه تانية؟ لا، هو انا مراته، بس يعني مش قادر ان هو يجيب دخل يصرف علينا بيه. ومعاه شهاده تثبت ان هو عنده نسبه اعاقه. طب هو هيقدر يشتغل حاجه يا سهام؟ ايوه هو بيقدر، بس عايز اي شغلانه. حتى لما ما لقاش شغل راح يقدم في معاش حتى يدخل لنا بدخل، قالوا له لازم تجري كتير، وهو ما بيقدرش يمشي على رجله. هو كان هيكلم حضرتك، بس رجله وجعاه وما بيقدرش ينجل ثاني بلد. فانا نجلت والله، بتكلم من عند ناس قريبنا من بلد بعدنا.
طيب يا سهام خليكي معايا. طيب سيبي تليفونك بس اوعي تقفلي. طيب الحاله دي يا فندم ممكن يكون ليها حاجه في منطقه التوظيف حضرتك؟ هو طبقا يعني هل هذه الدرجه حتى من الاعاقه طبقا لدرجه الاعاقه؟ وفي حاجات مش هيقدر يعملوها يعني ربنا مش في ناس مش تقدر يعني هنعمل ايه بالزبط. في حد بيبقى قادر وفي حد اعاقه بتاعته لا تمنعه ان هو يقدر يعمل حاجه. دي مش بتاعتنا احنا بقى، دي بقى تضامن. هو يجي الملتقى ويقدم يروح ويشوف يعني لو هو قادر فعلا ان هو هيقدر ان هو يشتغل، لان انا في ناس كتير بتبقى بتروح ملتقيات زي دي وهي غير قادره بالمره ان هي تقدر تعمل حاجه. بس هما بيبقوا فاهمين ان ممكن حد بيدي مساعده هنا او حد بيعمل حاجه. هو ده مش مكان بتاع مساعدات. الكلام ده ممكن يبقى وزارة التضامن وزارة الحاجة مرتقى توظيف بالزبط. يعني شركات كتيرة قوي موجودة عايزة حد يقدر يشتغل يعني هو مثلا بتاعي عندك مشكلة في السمع ممكن يشوف لك شغلانة مش محتاجة السمع، لكن هي مش هتكون مساعدات عنده مثلا اعاقه في رجله زي جوز سهام كده ممكن يعمل حاجه وهو قاعد بالظبط. فاحنا دي بتبقى حاجات يعني نسبه وتناسب يعني لما حد رايح في ناس كتير قوي بتفهم ان الموضوع ده انها ما دام تبع وزاره الصناعه يعني رايحين عشان هيشتغلوا في الحكومه اللي هي في نسبه اسمها نسبه 5% او الحاجات دي وان هناخد فلوس وخلاص. لا يعني انا طبعا يا ريت والله كنا نقدر، بس حقيقي ما نقدرش. احنا اللي نقدر نعمله ان احنا بالظبط ده مكان في ناس شركات هتجيب شغل اللي هيقدر يشتغل هتشتغل ومش اكتر من كده. طيب تمام. اخد احمد منين؟ احمد منين يا شباب؟ اسماعيليه. ايوه استاذ اتفضل يا فندم. صباح الخير. صباح النور. انا احمد معاكي، انا موظف في سكه الحديد تمام تبع منطقه شرق الدين تمام. كان عندي شكوى من انا كان في صدر قرار بان انت عارفه انا كاتب اول شؤون عام وجا ترقيه بتاعت وظيفتي الكبير ده ولقيت اسمي مش موجود. ليه اسمي مش موجود مع باب؟ لا كلمنا تاني يا احمد اعرف ليه اسمك ما كانش مكتوب. زينب زيزي فيفي الو. ايوه اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير يا استاذه منى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك انا من مركز الفشن. الفشن بني سويف؟ يا اهلا. واخده نسبه عجز وطبعا الفضل ليكي والبرنامج بتاعي عرفت ان انا رحت عملت كشف طبي في بني سويف وليا شهاده تاهيلي. طب الحمد لله رب العالمين، فضل ربنا سبحانه وتعالى. اتفضلي. لا لولا البرنامج بتاعك انا بعرف منك واروح اعمل حاجتي. فطبعا انا لحد دلوقتي عندنا هنا بيقول احنا ما عندناش لا مصانع ولا شركات ولا اي حاجه من دي. ماشي. فنسبه العجز اللي بيتعين بنسبه فبيتعين في الحكومه. وبيقولوا كمان يبقى جنب البيت، انا ما عنديش وصل كده. بصي يا زينب فيفي فيفي الحكومه تعيين في الحكومه ده بجد ما فيهوش واسطه، في وسائط كتير في حاجات تانية. في تعيين الحكومه ما فيش واسطه، لان جهاز الاداري للدوله جهاز الحكومه كل وظائفها مقفله كل فين وفين لما بيبقى في حاجات متوفره. طيب اقول لك على حاجه، عندنا محكمة الفشن هنا في محدش بيقول هي جنب بيت عدن ما كله مش بإيدي والله يا فيفي عشان بس ما أقولكيش سيبي تليفونك وهحاول لك مش بإيدينا والله إن أنا أحاول أسعالك إنك تعيني في محكمة في الفشن عندك في بني سويف والله مش بإيدينا خالص للأسف. عايزة حاجة قطاع خاص من عينينا الاتنين ندور لك ونسعالك لغاية يا رب بإذن الله ما نبارك لك على الشغلانة. حكومة مش بإيدينا والله. في مصنع ملابس جاهزة كبير في إيهاب القاهرة؟ نعم. في بني سويف في مصنع كبير في ملابس جاهزة ممكن تقدر تشتغل فيه لو عايز. في وهتاخد فلوس أكتر من الحكومة على فكرة. بجد؟ بس مش هقدر أقول اسمه يعني. طب لا طب لا لا مش مصنع مصنع خاص قطاع خاص. طب لا يعني عادي مفيش مشكلة. يعني هو في بني سويف. بس هي ممكن تدينا رقمها كده كده. في بني سويف في شركة كبيرة هناك عندها مصنع وعندها عدد ماكينات كبير جدا وعايزة ناس. طب احنا في أخدنا تليفون هي معوض قبل ما تقفل؟ هي سامعانا دلوقتي معاك يا فيفي انت معانا؟ اتليست طيب معانا رقمها. طيب هي قفلت بس معانا رقمها هنكلمها ولو انت سامعانا دلوقتي هو استاذ ايهاب بيقول لك عندك مصنع في بني سويف لو اشتغلتي فيه هتاخدي باذن الله تاخدي فلوس اكتر من اللي هتاخديها في قطاع الحكومه. فما نستناش الحكومه لما تيجي الصراحه. مين تاني معانا؟ ايهاب منين؟ القاهره. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح النور يا استاذ ايهاب اتفضل. حضرتك انا من سكان مدينه بدر القاهره.
انا ليه بس نقطتين اتكلم فيهم. النقطه الاولى، اولا في جمعيه كبار المستثمرين في مدينه بس موجود مصانع كتير وموجود فرص عمل، ممكن المسؤولين يتواصلوا معاهم ويوفروا فرص عمل لشباب كتير او في مدينه بس. حلو جدا. لا عيد بقى كلام تاني، عيد الكلام تاني. جمعيه كبار المستثمرين في مدينه بدر، جمعيه بدر في مصانع كتير وفي فرص عمل كتير، محدش بيبص لمدينه بدر لان هي بعيده شويه عن القاهره، بس معظم الشركات عندها عربيات ومصانع. لان هي مدينه صناعيه فمليانه مصانع، لكن هي قريبه جدا من العاصمه الاداريه ودي فرص عمل موجوده كتير قوي في مدينه بدر. هي الفكره كلها ان المسؤولين يهتموا شويه بالمدينه وياخدوا بالهم منها. طيب، واحنا برضو هنا في صباح دريم هنتكلم فيها ان شاء الله. حاضر. النقطة الثانية، الاتصال في أخ اتصل فاضل عنده نسبة إعاقة، الضيف اللي مع حضرتك اتكلم في نقطة وظيفة اللي هي السجال اليدوي. السجال اليدوي بيقول الأفضل إن يكون أطفال عندهم 10 و11 سنة. سن صغير. الضيف اللي مع حضرتك. قانون الطفل. هل عنده فكرة عن قانون الطفل وإن قانون العمل بيجرم تشغيل الأطفال في السن ده؟ أرد ولا؟ اتفضل. هو انت بتتكلم صح، بس هو في حرف بيبتدوا يتعلموها حتى لو هو في المدرسه، هي بيتعلمها مش عشان حاجه، هو بيتعلموها عشان تبقى عنده حرفه لما يكبر، فهو ده بيبقى افضل وقت للتعليم. هو ده ال10 و11 و12 بيتعلموا الحرفه دي عشان هي بتبقى امكانياتهم ساعتها بتساعدهم انهم يعملوا كده. لكن مش قلتش ان هو يسيب مدرسته ويروح يشتغل الشغلانه دي، لا احنا عارفين القانون ده بالظبط وما بنقبلش في حاجات اقل منه، بس هو في حاجات معينه بيتعلموها وهما في المدرسه، ممكن يتعلمها في الاجازه، بيتعلمها في فترات يعني ممكن يشتغل فيها بعد الظهر بشويه، بتحصل يعني. خلينا واقعيين، بيحصل الكلام ده حضرتك وموجود يعني. بس هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، انا مع استاذ ايهاب المتصل، لانه لو احنا كدوله قلنا انه محتاجين الاطفال في سن صغيره عشان هيبقوا تالنتد او موهوبين اكتر في ان هم يعملوا لنا سجاد طبيعي يدوي، وان ده هيبقى عليه اقبال اكتر، انا هشجع اولياء الامور ان هم يطلعوا اولادهم ويودوهم يشتغلوا في الحرفه. لا، هو دي حرفه واحده، هي دي حاجه واحده، وبيعلموها الاهالي بيعلموها لاولادهم. يعني هو ده بيكون اللي عنده النول، ده بيكون هو وهو قاعد في بيته بيبقى بيعلم ولاده وهم قاعدين. ما هياش بتبقى حرفه. احنا كنا بناخده في مدرسه واحنا صغيرين بالظبط، اللي هي مش بنعلمه في المدرسه بالظبط، هي مش بتروح يتوظف في حته يعني وعمل الاطفال زي ما بيقول. لا، هو بيقول لحضرتك دي بتبقى الراجل نفسه اللي عنده نول او السيده اللي عندها النول في بيتها بتعلم اولادها وهم قاعدين ازاي يعمل الشغل بتاع النول، وبيبقوا كويسين لما بيكبروا. تمام. ناخد بدريه. منين بدريه يا شباب؟ من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا بدريه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. بقول لحضرتك والله انا اتصلت بحضرتك يوم الاحد اللي فات، وكان مع حضرتك استاذ اشرف. استاذ اشرف رياض. وقال لي هيبعت فاكس الاستاذ محمد انديز عشان بخصوص الوظائف وكده. انا بكالوريوس تجاره شعبه محاسبه. تمام. وحضرتك قلت هتردي علينا كمان يومين وكده، وكنت مستنظره اسمي بصراحه. بكالوريوس تجاره ده كلمه تقريبا كل الناس. احنا امبارح حتى لو تابعتينا عرضنا جدول في اسامي الناس اللي خلاص بتستلم ان شاء الله. ايوه والله تابعت حضرتك وشفتهم، بس اسمي ما نزلش. وحتى كمان في وقتها اتصلت. يا بدريه تلاقي بس اسمك سقط منهم، بس هم كلموا كل الناس الحقيقه، لان المشاهدين حتى بيكلمونا بيشكروهم من بره الهوا يعني. طب بس والنبي يا صقر، لما يا معوض، لما بدريه ماشي. معوض بني سويف. ما لا اطفي التلفزيون لو سمحت. معوض بني سويف. معوض، اهلا وسهلا مع حضرتك. بعد اذنك اطفي التلفزيون. اهلا ومعوض محمد شريف معاك. طيب شكرا. نور كفر الدوار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام حضراتكم طيبين. وحضرتك طيب، اتفضل. حضرتك اختي، احنا عايزين بالنسبه لغزه كفر الدوار ورئيس المحله وغزه حجوان يشتغلوا. ايه يا فندم المشكله؟ شركه غاز كفر الدوار. شركه غاز كفر الدوار مالها؟ ده فندم، ده كنز عليه شويه تراب بس يتمسح هيطلع خير للبلد. يدور غزه كفر الدوار وغزه المحله وغزه حجوان، وممكن شعب كفر الدوار يتعاون مع الدوله في دوران المصنع ده. شركه الغاز اللي عندكم في كفر الدوار غزل ايه؟ قافله؟ غزل. 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 لا هي شغاله يا فندم. اه شغاله بس اسمها يعني امكانيات جامده جدا.
ومستعد شعب كف الدوار يتعاون ودوار الموصل. احنا عندنا شباب زي الورد حيروح، شباب بيسهر طول الليل ومشتاق يعني المقطع ده هيلمهم. بعدين مقطع كف الدوار ده ليه تاريخ. ماشي، انا بشكرك. انا بشكرك يا نور. انا عايز اتكلم مع حضرتك كمان بعد الاتصالات الجايه دي على مجموعه افكار كده كنا بندردش فيها بره الهوا بعد اذنك. عبد الله من منين؟ مطروح. السلام عليكم يا استاذه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه ليك وتحيه الكنتور. اهلا بيك عبد الله، اتفضل. يا استاذه، انا راجل معوض بس وظيفه. انا نجد معاش 623 معاش عادي، وانا عاوز وظيفه بس تنكب من عيد، حتى لو غاصين في مدرسه بس اي وظيفه تنكب من عيد. طيب يا عبد الله سيب رقمك يا عبد الله، اوعى تكون قفلت. خدنا رقم يا شباب. طب يلا، يبقى عبد الله والنبي عبد الله وبدريه عايزه ارقامهم ضروري، وسهام سهام عشان جوزها. مين معانا تاني يا موت؟ مين معانا؟ اشرف القاهره. يا اشرف. ايوه اتفضل. اشرف عطيه من القاهره. انا الو. اتفضل يا فندم انت على الهوا. ايوه، انا عندي اعاقه في رجلي وانا سباك. اعاقه في رجلك وايه يا فندم؟ انا سباك. سباك وعندك اعاقه في رجلك، تمام. عندي 22 سنه معايا شويه عاج 5 فندقين. وقدمت كذا حته يعني، وقدمت الكور العامله وبرضك ما فيش اي حاجه، وانا سباك صاحي بقالي 25 سنه. تمام يا اشرف، تمام حاضر، هرد عليك حالا دلوقتي. خليك معانا يعني، اقفل دلوقتي واستناني وهرد عليك، وهاخد بقى الاتصالات واكمل حواري مع ضيفي الكريم بعد الفاصل ده. خليكم معانا. يا اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه معانا اتصالات ولسه معانا اسئله كتيره لضيفنا الكريم وملتقى التوظيف اللي بتقيمه او اللي بيقيمه المجلس التدريب الصناعي التابع لوزاره الصناعه في مارس ان شاء الله باذن الله، واللي هيكون في جزء مخصص لابنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصه. استاذ ايهاب الجباس اهلا بحضرتك مره ثانيه. واسمح لي بس عايزه اتكلم معاك في حاجه بمناسبه مكالمه المواطن نور اللي اتكلم من كفر الدوار، اللي كان بيتكلم على مصنع الغزل هناك، وانه فكره ان احنا عندنا موارد هايله في البلد والبلد مش فقيره، ولكن هناك بعض الافكار التي تحتاج ان تلقى عليها الاضواء حتى تصل الى القياده السياسيه، الى راس القياده السياسيه، فنبدا نهتم بيها ونفكرها. كنت بتكلمني كده خلال الفواصل على المثلث الذهبي. شوف حضرتك، هو احنا بلد مش فقيره خالص، يعني مش ممكن بلد بامكانيات مصر تبقى فقيره. خلاص، فخلينا اكلمك بمنتهى البساطه اللي احنا شايفينه ان هو مشكله عندنا. ايه هي؟ تعداد السكان. تعداد السكان ده حضرتك احد الثروات اللي احنا مش حاسين بيها. يعني لو احنا قلنا ان هو تعداد السكان بيعوق التنميه عندنا، طب ما الصين مليار و300 مليون، لماذا يعني ليه ما حصلش اعاقه في التنميه عندهم؟ ليه الصين النهارده ما فيش دوله في العالم مش مديون ليه؟ مش كده ولا ايه؟ حضرتك بالمنطق لو انا جبت لك، احنا في دريم، مساحه دريم معروفه، لو جبت لك مليون واحد وقلت لك انا عايز احفر دريم، واديتك مليون واحد يحفرها في قد ايه؟ ساعات. مش كده ولا ايه؟ صح؟ صح. طيب حضرتك لو قلت لي بقى المليون دول عايزهم ياخدهم يعملوا لي طريق مصر اسكندريه تاني، هياخدوا من فتره. صح. ساعات. مش كده برضو؟ طيب
الملايين دي موجودة عندك وحضرتك احنا أمة شابة، احنا عندنا فوق 60% في سن العمل يعني من 18 لغاية 30. بس احنا كمان عندنا يا فندم اعداد مرضى سرطان كتير، وعندنا اعداد مرضى فشل كلوي كتير، وعندنا كنا لغايه شهور قريبه قوي من اعلى معدلات دول العالم في فيروس سي، يعني احنا برضو عندنا المرض واكل مننا، برضو واكل مننا واكل مننا. احنا عارفه بنتكلم في 60%، ده احنا بنتكلم في ملايين. انت بتتكلمي في لو احنا اللي اتفقنا عليه ده هتلاقيه عدد مش هيأثر في ان احنا يبقى عندنا ذراع طوله في في في, في الشغل. لو عايزين نشتغل هنشتغل، في ملايين ممكن تشتغل. ده حضرتك البطاله عندك كام في المية؟ طيب ايه فكره المثلث الذهبي؟ المثلث الذهبي ده حضرتك إيه ده من سنين ممكن يدينا امل ان احنا نقدر من سنوات من سنوات وموجود موضوع المثلث الذهبي ده موجود، ما اثرش بقى فعليا بقى وابتدت تتحرك الا لما سياده الرئيس اتكلم فيه من حوالي اسبوع او 10 ايام وطالب بانشاء لجنه لموضوع المثلث الذهبي. المثلث الذهبي ده في منطقه ما بين سفاجه وقصير وهنا تقريبا بيزخر بالموارد الطبيعيه. وعلى فكره مصر الدوله المحجريه رقم 3 على العالم يعني في الثروات الطبيعيه. الخامات الموجوده او الموارد الموجوده دي لو جبناها وطلعناها وبيعناها كده خام هتجيب مليارات. اوكي لو قدرنا ان احنا نعمل عمليه صناعيه او اتنين توفر لي. بس احنا عندنا مشكله يا استاذ ايهاب وحضرتك عارفها اكتر مني بصراحه، احنا لازم الرئيس يقول حاجه عشان نبدا نشتغل فيها. هي دي مشكله. فدلوقتي بما ان الرئيس اتكلم عن المثلث الذهبي خلينا نفترض انه الساده المسؤولين والوزراء هيبداوا الفتره الجايه يشتغلوا على المثلث. نتكلم بقى من ناحيه التدريب الصناعي الجزء بقى اللي يهمنا ممكن نوفر عمالة قد ايه، ممكن فرص عمل قد ايه، محتاجين وقت قد ايه تدربوا الناس دي. دي مش عندي انا بس احنا نقدر نعمل بنتكلم عموما بنتكلم على طول لا نقدر نشتغل يعني وانس ان احنا هيجي لنا اوردرات او يعني هيجينا طلبات او حاجه ده نقدر نشتغل. احنا نقدر نجيب يقدر يقدم الخدمه ده مين لو وصلت احنا هنجيبه من بره هجيبه. ما احنا في حاجات يعني ممكن احكي لك على حاجات تانية. احنا لو عايزين نجيب من بره ناس هنجيبها ونشغلها ونخليها تدرب الناس هنا، دي مش مشكله. التدريب الاماكن التدريب عندنا متاحه، احنا عندنا 12000 مركز تدريب في مصر ده بتوع الحكومه كمان غير الحاجات التانية ومش شغالين يعني ده موجود خلاص. والمدربين نجيب وهنجيب خبره من بره هنجيب خبره من بره اوطن الخبره عندي هنا في مصر احسن مع بعض ناس. نبدا منين؟ نبدا ان يجي لنا نلاقي في حاجه اتعملت على الارض، يبقى في حاجه اتواجدت على الارض احنا نقدر نشتغل. زي ابتدى ان في شركات تروح هناك تدور البحث عن التنقيب ويطلعوا الحاجه ويطلع الخامات وبيقول ان هو محتاج عماله في مجال كذا كم الف وده في قد كده نشتغل. بس احنا بنتكلم اصلا اتعملت دراسه جدوى للموضوع؟ اتعمل اي دراسات للموضوع اصلا؟ انا حقيقي ما اعرفش بس هو معروف ان المكان والاسم بتاع المثلث الذهبي ده مش من فراغ على فكره. يعني في دراسات معموله طبعا، في دراسات معموله معروف الخامات اللي موجوده ايه وانها تقدر تطلع بكام واتمنها كام والحاجات دي كلها. نتمنى انه يكون في اهتمام بمثل هذه المناطق. مش لازم نستنى الرئيس لما يقول يا جماعه يا وزراء يا مسؤولين يا حكومه في مثلث ذهبي على فكره ممكن نطلع منه مليارات ونشغل فيه ملايين. مش لازم نستنى لما ده يحصل، بس بما ان ده بالفعل حصل فنتمنى يكون في دراسات سريعه بقى فعليه كده نقدر نعرف منها وندمج كل. اكيد طبعا وزاره الصناعه هتبقى فيها طبعا عليها دور كبير يعني في حاجات كتير جدا في طيب اسمح لي قبل ما اخد الافكار الاخيره من حضرتك بس هاخد اتصال هاتفي جاي لنا من الفنان منير مكرم. يا استاذ منير صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بيك يا فندم. ايه يا استاذ منير، ايه المشكله عندك؟ خير والله. انا ساكن في عقار 55 شارع المشتل خلف المركز القومي للسكان. كده برضه كده برضه في فنان يقول عنوانه كده. استقبل بقى يا استاذ منير، استقبل لا بقى. لا والله عندي مشكله، انا من اول امبارح هم ناس من دار السلام شالوا البوابه الحديد اللي هي شالوها 30 40 راجل، شالوا البوابه الحديد اللي فوق السطوح وما فيش سلم من السطوح. وانا كنت بعزى الاستاذ صلاح رشوان. فلما قالوا لي كده جريت على دار السلام انا وجار اسمه عمر عبد الاله والاستاذ علي عبد الاله اللي هم ساكنين تحتي. عملنا بلاغ في الاسم ضد الاخ اللي هو اللي اسمه وائل الكيباني ده من دار السلام، قال الاستاذ ده مسجل خطر جرائم نفس. والموضوع ده بقى له 3-4 اشهر. ليه مسجل الخطر ده جه شال البوابه الحديد؟ مش سرقها يعني عشان يستفيد منها؟ شال البوابه عشان يدخل عربيتين طوب فوق السطوح واسمنتو. والنهارده بقى كان بيجي واحنا مبلغين الحي امبارح بس رئيس الحي الحمد لله رئيس الحي جه وجه عقيد من اسم دار السلام وهم موجودين دلوقتي فوق السطوح معاهم شافوا المباني المخالفه والعماره كان ممكن تقع بينا.
يا ساتر. لان اخر دور مبني طوب احمر ملوش عندنا. يا ساتر يا رب. وماله لو انت معاك تراخيص ابني احنا نساعدك. لو انت معاك تراخيص احنا نساعدك، البلد مش سايبه ما هياش بلطجه يعني. يعني انما تيجي تشيل بوابات وتطلع حاجات بالليل وجايب ناس وقاعدين تحت البيت. لا ويعرض حياه المواطنين للخطر. طبعا. طب يا استاذ منير خليك معايا والنبي. انا معايا على الهاتف معايا سياده اللواء صبري محمد عبده رئيس حي دار السلام. يا سياده اللواء. ايوه يا فندم اتفضلوا. انتوا فين دلوقتي يا سياده اللواء؟ موجود يا فندم في سطح العقار المخالف دوت وجاري دلوقتي ايقاف الاعمال فيه يا فندم. تمام. ايه الوضع عندك يا سياده اللواء؟ لا وضع تماما يا فندم كده، هو عقار مكون من 4-5 ادوار وجاري البناء فيه كده دلوقتي بالطوب الاحمر، فاحنا دلوقتي بنهدم البناء اللي تامم يعني. تمام. طيب نضمن ازاي يا سياده اللواء انه بعد ما حضراتكم تخلصوا وتمشوا ما يرجعش تاني هو او غيره يبنوا تاني او يعملوا اي حاجه؟ انا معايا يا فندم المهندس يا فندم وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه دلوقتي حالا، ومعايا ضابط شرطه كمان برتبه عقيده يا فندم، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونيه فور تلقي الاشاره بالبلاغ دوت من محافظه القاهره يا فندم. هو مسجل خطر؟ لا انا ما اعرفش هذا الكلام، انا بتحرك بناء على الاشاره الوارده الي من المحافظه بالعنوان موضح بالرقم. وانتقلت دلوقتي معايا عناصر المتابعه الميدانيه ومهندس اسكان الحي وبرفقه ضابط شرطه برتبه عقيد من شرطه مرافق دار السلام يا فندم. طب انا عايز وجاري الهدم يا فندم دلوقتي حالا اثناء المكالمه دلوقتي واحنا بنتكلم دلوقتي بتهدموا المخالف ده يا فندم. واحنا بنتكلم دلوقتي الهدم شغال. ايوه يا فندم بالظبط. طب انا عايز اسالك سؤال يا سياده اللواء، انتوا بتتحركوا لما يجي بلاغ ولا عندنا مهندسين وعندنا ناس في شرطه المرافق بتنزل تعمل صيانه دوريه؟ احنا يا فندم تعليماتنا اي حاجه في المهد التعامل معاها فوري، خاصه هنا دوت بنا دلوقتي موجود في دور 5 وطوب احمر لسه في البدايات يعني. طبعا كل تاخير ضرر على السكان وضرر على الناس اللي بين فوقيها يعني. احنا بنتخذ الاجراءات القانونيه وطبقا للوائح القانونيه دلوقتي يا فندم. طيب تنصح نصيحه كده للناس يا سياده اللواء لو سمحت برضو، يعني الاستاذ منير الفنان منير مكرم كان ايجابي وقدم بلاغ وراح وطالب بحقه، تنصح برضو اي حد تاني بيتعرض لمثل هذه المخالفه يعمل ايه؟ يروح يبلغ فين؟ حضراتكم احنا بناكد لحضراتكم جميع مكاتب العمليات في غرف الاحياء لمحافظه القاهره تتلقى كافه البلاغات في جميع الاوقات بالليل والنهار، سواء صرف حضرتك او غاز او لو هو بنا او اي حاجه، وبيتم اتخاذ الاجراءات اللازمه طبقا للوائح المعمول بها يا فندم. طيب انا بشكرك جزيل الشكر سياده اللواء صبري محمد عبده رئيس حي دار السلام. استاذ منير خلاص الحمد لله الموضوع دلوقتي بالفعل جاري حله، وانا بشكرك انك ايجابي وما سكتش عن حقك. انا بشكر سياده اللواء، بس انا واثق ان هم الخميس والجمعه الجايين برضه هيجوا اثناء اجازه الحي هيعملوا نفس اللي عملوه المره اللي فاتت. طب احنا يا فندم موجودين كل يوم، صباح دريم شغال كل يوم. يا رب يخليك يا فندم. كل يوم صباح دريم شغال من السبت للجمعه، لو حصل تاني كلمونا والمره الجايه هيبقى موقف اشد ان شاء الله، لانه هي فعلا زي ما انت قلت هي مش بلطجه واحنا في بلد قانون. يا رب يخليكم، متشكرين جدا جدا وبشكركم جدا جدا جدا. تحياتي ليك يا فندم، تحياتي ليك الفنان الجميل منير مكرم. كلمه اخيره بقى من ضيفي الكريم الاستاذ ايهاب الجباس، مستقبل مصر، مستقبل أولادنا، مستقبل الشباب، إزاي نمضي قدما في تعيين أعداد أكبر من الشباب؟ عايز توجه رسالة الأول للآباء والأمهات ولا للشباب نفسهم ولا لأجهزة الدولة المختلفة؟ بصي رسالة عامة، يعني خلينا نتكلم، إحنا كلنا عايشين في البلد وكلنا بنعاني من نفس ومن كل المشاكل. بلد عشان ترتقي لازم يبقى فيه دخل ليها. إحنا عندنا الأزمة اللي حاصلة في العملة الصعبة والحاجات دي نتيجة ان مفيش استثمارات جاية لنا كانت كتير في الفترة اللي حصلت من بعد الثورة والمشاكل اللي حصلت، مبقاش في داخل كتير. فالاستثمار الخارجي ده هو اللي بيخلينا ان احنا نقدر نقيم مشروعات ونقدر نعين ناس ونشتغل وهكذا. عشان يبقى عندنا دولار ده ينزل والحاجات دي لازم يكون في حاجة فعلية بتنزل الدولار. الكلام ده هيكون يعني تصدير، يعني شغل. الشغل هو اللي هيحركنا، مش حاجة تانية غير الشغل. اي حاجة تتقال اعتقد والله اعلم يعني على حسب معلوماتي مش هتكون حقيقيه. الشغل العمل
هو اللي هيخلينا نتحرك. احنا قادرين على العمل، قادرين على العمل. نعم. لو حضرتك بتاخدي بالك ان لما بيكون في حاجه وبيبقى فيها ليها تركيز اعلامي وتركيز من الدوله والحكومه بتحصل ايا كانت. طريق بيتعمل مدينه بتتعمل كل حاجه لما بيكون فيها تركيز بتحصل. نعم. اوكي. نعم. فاحنا الاساس عندنا احنا العمل قادرين عليه. عندنا البشر اللي تشتغل، ودي حاجه على فكره في دول كتيره مش لاقيها طبعا، بتبقى بتستورد البشر. عندنا الحمد لله طاقه تشغلنا، مش هقول لك يعني عندنا بالزياده، عندنا طاقه تشغلنا، عندنا جو الحمد لله كويس يخلينا نقدر نشتغل. كل حاجه موجوده، احنا اللي ما بنشتغلش لغايه دلوقتي. احنا اللي ما بنشتغلش. التدريب ده شيء مهم. التدريب بيفرق في ايه؟ بيفرق في ان مثلا على سبيل المثال كل واحد بيعمل دور، يعني اللي بيسوق عربيه، كل الناس كتير بتسوق. اللي يسوق كويس ده يسوق كويس ليه؟ انه خد تدريب كويس عشان يقدر يسوق. صح. العامل برضو اللي بيشتغل في مهنه لو هو ما خدش تدريب يخليه يقدر يقف يعمل مهنته دي بحرفيه، مش هيعرف يعملها كويس. هو ده التدريب. التدريب مهم جدا. انا سعيده جدا بوجود حضرتك معانا النهارده، وان شاء الله باذن الله يوم 11 مارس كاميرا صباح دريم هتكون موجوده عند حضراتكم باذن الله في مبنى الصندوق الاجتماعي شارع صلاح سالم العاشره صباحا لملتقى التوظيف التابع لمركز مجلس التدريب الصناعي التابع لوزاره الصناعه. ضيفي الكريم الاستاذ ايهاب الجباس مدير البرامج والمشروعات القوميه بمجلس التدريب الصناعي التابع لوزاره الصناعه. جزيل الشكر حضرتك يا فندم. بشكر حضراتكم جزيل الشكر على حسن المتابعه. غدا ان شاء الله هنتابع بعض الاخبار اللي احنا بداناها النهارده ومحتاجه لمتابعه، خصوصا اخبار البرلمان وطلبات الاحاطه او طلبات الاستجواب. وان شاء الله هيكون عندنا ايضا فقره مهمه جدا، انتظرونا باذن الله 9 صباحا في صباح دريم.